نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. هل الصوت واضح؟ هل الصوت دلوقتي واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا ومرحبا بكم جميعا. النهاردة إن شاء الله هنكون مع بعض على مدار ساعتين كاملين، هنحاول فيهم إن احنا نتعرف على بعض القواعد الأساسية اللي تساعدنا إن احنا نكون بيت وأسرة ناجحة سعيدة، لأن انتوا عارفين إن الأسرة هي نواة المجتمع، وعشان أنا يكون عندي مجتمع صالح لازم ببدأ من الأسرة. البداية هي الأسرة، الأب والأم، الزوج والزوجة. حتى في تربية الأبناء عشان أقدر أوجد أبناء صالحين لأنفسهم ومجتمعهم لازم يكون عندي زوج وزوجة صالحين. وإحنا عشان نقدر تكون حياتنا الزوجية مستقرة وسعيدة لازم يكون في بعض القواعد اللي نبقى فاهمينها ومستوعبينها علشان نقدر نواصل ونكمل حياتنا. النهاردة محاضرتنا مش هتكون مقتصرة على الأزواج أو الزوجات فقط لا غير، لا كمان إحنا الناس المقبلين على الزواج. في البداية احنا كلامنا هيكون حوالين 20 قاعدة ذهبية للحياة الزوجية. النهاردة لازم الساعتين اللي احنا هنقعدهم مع بعض ان شاء الله لازم يكون ليهم اهداف. كل اللي جاي يحضر المحاضرة اليوم في بعض الافكار، بعض المقترحات اللي موجودة عنده. احنا النهاردة ان شاء الله هيبقى هدفنا الاساسي ان احنا نزود الزوجين او المقبلين على الزواج بمعلومات مهمة حول الحياة الزوجية. تاني هدف اكساب الزوجين بعض المهارات في التعامل في الحياة الزوجية. ثالث حاجة ان احنا ان شاء الله هنقدر نساعد الزوجين او المقبلين على الزواج تفهم بعض اساسيات الحياة الزوجية اللي قلنا كده هتساعدنا ان شاء الله ان احنا نعيش حياة زوجية هادئة مطمئنة. هنتفق مع بعض من البداية ان احنا اثناء المحاضرة بتاعتنا لازم هيبقى فيه ثلاث حاجات علشان اكون مش بس مستمع، احنا اهم حاجة عندنا ان يكون فيه مشاركة فعالة بيننا وبين حضرتك. اللي جاي يحضر المحاضرة اليوم لازم هنطلب من حضرتك ان انت هتستمع معانا وهتنصت بإيجاب، تستمعنا بوعي، مش مجرد ان احنا هنسمع كلام يطلع من يخش من هنا ويطلع من هنا، لا، احنا عايزين نطلع نستفيد بقدر الامكان. تاني حاجة ان احنا لازم نتشارك بالافكار، حضرتك او حضرتك هتعرضي علينا الافكار بتاعتك، هيبقى في مجال للمناقشة بحرية علشان نقدر احنا نستفيد وانت تستفيد وتكون المشاركة بينا مشاركة فعالة. بعد المحاضرة ان شاء الله هدفنا لما نخرج ونخلصها باذن الرحمن ثلاث حاجات. اول حاجة مارس وطبق ولا تكتفي بالمعرفة. مش مهم ان احنا نعرف، المهم ان احنا نطبق ونغير في حياتنا. المعلومة موجودة في الكتب، موجودة على الانترنت، واحنا ما شاء الله بقينا في عصر العولمة، دنيتنا كلها مفتوحة، ما يعني بقى سهل. زمان كان الواحد بيحصل على المعلومة بصعوبة، لكن دلوقتي احنا حياتنا ما شاء الله مع العولمة مفتوحة، سهل ان انا احصل على المعلومة، بس الاهم اني اعرف اني اطبق، لان حتى في ديننا الاسلامي بيحثنا على العمل. ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. دايما احنا ديننا بيحثنا على العمل مش بس المعرفه. ثاني حاجه باذن الرحمن بعد المحاضره ان احنا نتعرف على النعم اللي عندنا. كل واحد في حياته في نعم احتمال ما نكونش شايفينها ومش حاسينها. يمكن احنا عندنا المثل المشهور يقول لك ان الصحه تجعل رؤوس الاصحاء لا يشعر به الا المرضى.
بنفس الحكايه، احنا ربنا سبحانه وتعالى منعم علينا بنعم كتير جدا، يمكن احنا بس مع مشاغل الحياه والدنيا والسعي اللي احنا بنسعى وبنجري وراه، يمكن ما بنقدرش ناخد ثواني نستوعب فيها او نركز في النعم اللي عند ربنا. النهارده مهمتنا ان احنا نتعرف على بعض النعم اللي عندنا، يمكن زوجتك او زوجك يكون نعمه انت ما انت حاسه، يمكن يكون لديك انت مواهب معينه لتغيير حياتك وان انت تدخل في حياتك السعاده والبهجه وانت ما انتش مقدر ده، يمكن ربنا يكون منعم عليك بزوج او زوجه صالحه وانت برضه مش مقدر ده. احنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره ابراهيم: لئن شكرتم لازيدنكم. المهم ان انا اعرف نعمه ربنا واشكر فضل ربنا عليا ده علشان ربنا يزيدني ويديم عليا النعمه. ثالث حاجه ان احنا نساعد غيرنا. انت حضرتك او حضرتك عرفتي معلومه، يا ريت كلنا نسعى في تطبيقها، نسعى ان احنا غيرنا كمان يستفيد بيها. مهم قوي ان احنا يعني انا ما احتفظ بالمعلومه الحالي، انا عرفت النهارده شيء ولو معلومه بسيطه ابدا انشرها بين اهلي بين ناسي، ده واجب عليا انا. احنا كلنا محسوسين على ان احنا ننشر الخير، احنا امه بتدعو، احنا مهمتنا كلنا كل واحد فينا داعي. مهم قوي ان انا النهارده عرفت معلومه جديده ساعدتني او صلحت في حياتي، يا ريت انشرها بيني وبين الناس، وده الهدف. يعني اي حد فينا ما يكون عنده العلم مقتصر عليه حاله، لا، مهم قوي ان احنا نساعد غيرنا. وخير الناس، تذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس انفعهم للناس. قبل ما نبدا المحاضره باذن الرحمن هناخد كل واحد كده دقيقه مع نفسه يبدا يجدد النيه. انا جاي هضيع من عمري، خلي بالكم ان في الوقت اللي هنقعده مع بعض هو وقت من عمرك محسوب عليك، هيحاسبنا عليه ربنا سبحانه وتعالى. خد دقيقه او خدي دقيقه من وقتك، خدي جددي في نيتك. انت او انت حضرتك جاي النهارده معانا الساعتين دول الهدف منهم ايه؟ خلي النيه خالصه لله، خلي الملائكه تحوطنا من كل اتجاه، خلي النيه ان احنا عايزين نبني اسره مسلمه، ان احنا عايزين نصلح من انفسنا، عايزين نربي ولادنا بشكل صح، عايزين نحيا حياه صحيحه. فكل واحد فينا جاي النهارده ليه هدف معين. انا هدفي اصلح من زوجي، انت هدفك تصلحي من زوجك. يعني خلي كل واحد فينا كده ياخد بيئه مع نفسه يبدا يجدد نيته ويخلي نيته خالصه لربنا سبحانه وتعالى، ونبدا بعدها المحاضره. خلاص نوينا، ربنا يتقبل منا ان شاء الله، كل واحد على حسب نيته وربنا يتقبل منه ويجعلها ان شاء الله في موازين حسناته، وربنا يجعل الساعتين اللي احنا قاعدين مع بعض دول خالصين لربنا سبحانه وتعالى. اول كلامنا وقبل ما نبدا في ال 20 قاعده بتوعنا، عايزين نسال بعض كده مع بعض، يا ريت تردوا معايا وتشاركوني بالكتابه. هسال اسئله وكل واحد يقول لي معنى الأسئلة دي بالنسبة لي هو إيه؟ لو جيت سألت حضراتكم ما معنى الحياة الزوجية؟ كلمة الحياة الزوجية لما بنسمعها إيه أول حاجة بتخطر على بال حضرتك أو حضرتك؟ تفاهم، ميثاق غليظ، مشاركة بين طرفين، رابط رفيق بيننا وبين الله ما شاء الله، مودة ورحمة وسكن، استقرار. جميل ما شاء الله. طيب لو سألنا وقلنا كلمة زوج ماذا تعني بالنسبة لك أو له؟ يعني سواء حضرتك رجل قول لنا ماذا تعني كلمة زوج بالنسبة لك من وجهة نظرك؟ ولو حضرتك انثى قولي لي برضه ماذا تعني كلمه زوج لما تيجي على بالك كده، ايش بيكون معاك؟
مسؤول، امتداد، أمان واستقرار، نصف التاني، الأمان الآخر، ما شاء الله الاحتواء، ما شاء الله زوج من كل شيء عندي بعد الخروج من بيت أهلي، ما شاء الله أم عبد الله، نصف آخر لا يمكن الاستغناء عنه، التوازن، الأمان، ما شاء الله، ما شاء الله. طيب لو عكسنا السؤال وقلنا ماذا تعني كلمة زوجة؟ حنان، مودة ورحمة، يعني سكن ومودة، مستقر، الدنيا، ما شاء الله الدنيا كلها، أستاذ مصطفى، حنان، سكن، بيت، الخناق، يا ساتر يا رب، ليه بس يا أستاذ عبد المصطفى؟ الأم الثانية، ما شاء الله، في ناس متحيزين يعني الزوجات. طيب، ولو قلنا ما هي السعادة الزوجية من وجهة نظرك؟ التفاهم، تفاهم، حب، احتواء، استقرار، تفاهم، ما شاء الله. طيب تحمل الآخر، جميل، تكامل، شفافية وتفاهم، تنازل، يتناسب التاني في التغيير للأجمل مدى الحياة حسب ما قلنا للزواج نفسه. واضح إن أستاذ مصطفى علاء في انتنشن شويتين معانا، المشاركة، الثقة. طيب والله ما شاء الله عليكم، يعني أحسنتم جميعا كل الإجابات، ما شاء الله تبارك الله. كل الكلام اللي أنتم قلتوه هو يعني تجميع لمعنى الحياة الزوجية ومعنى السعادة. طيب إحنا كلمة الحياة الزوجية يا جماعة هي ارتباط رباني، ميثاق غليظ، مودة ورحمة، التقاء روحي وجسدي بين شخصين. الزواج ده عبارة عن رسالة، ورسالة فيها هدف ديني، ما هوش هدف دنيوي. يمكن البعض يعتقد ان الزواج، يعني احنا حتى في معتقداتنا وكلامنا الشعبي بنقول ان اللي بيتجوز بيكمل نص دين. الزواج بالنسبه لنا هو طاعه ربنا، يعني احنا النساء سواء او الرجال هو تقرب لربنا سبحانه وتعالى. يعني انا ممكن اتحمل زوجي او حضرتك تتحمل زوجتك طاعه لله، وتحتسب ده اجر وثواب عند ربنا سبحانه وتعالى. ما تبتغي الاجر من البشر، ما ابتغي الاجر من الزوج او من الزوجه، لكن انا ابتغي اجري من ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لان احنا ديننا الدين الاسلامي عفنا بالزواج، جعل الزواج ده بالنسبه لنا عفه، ضروره. انا عشان اقدر افتح بيت واكون اسره لازم اتزوج، لازم عشان خاطر اربي اسره في بيئه سليمه لازم يكون في اب وام. يعني دايما احنا بنشوف الاسر اللي ربنا سبحانه وتعالى ما بيفضلهاش استمرار وبيكون فيها الطلاق، بيكون فيها قد ايه التفكك الاسري موجود، وقد ايه بيطلع لنا اولاد محطمين نفسيا. فالزواج ده رساله، لازم اي اثنين بيرتبطوا ببعض لازم يكون عندهم هدف واضح. يعني احنا لو بدانا حياتنا الزوجيه بهدف واضح، احنا زواجنا ده اساسه اساس ديني، اساسه طاعه لله، متهيألي وضعنا هيفرق كتير قوي. اما بالنسبه للسعاده، السعاده في عندي حاجه اسمها سعاده داخليه. السعادة الداخلية هي الرضا عن النفس، إني أرضى عن نفسي، أرضى عن حالي. السعادة رغبة ومطلب ملح، كلنا بندور على السعادة، وكل واحد فينا ليه وجهة نظر وليه معتقد إن السعادة هيلاقيها في شيء معين. في بعض الناس تعتقد إن السعادة كلها مع الزوج، أو السعادة كلها في الزواج. ممكن تبقى السعادة في المال، ممكن تبقى السعادة في الصحة، ممكن تبقى السعادة في الولاد، الأولاد، ممكن تبقى السعادة مرتبطة بالنجاح في العمل. ممكن السعادة، يعني السعادة كل واحد فينا زي ما بيقولوا كده السعادة نسبية، كل واحد فينا ليه وجهة نظر، ليه مقياس داخلي. السعادة أنا المسؤول عنها، أنا عن نفسي مسؤولة عن إسعاد نفسي، يعني أنا اللي في إيدي إني أسعد حالي وأسعد زوجي وأسعد أسرتي. نفس الحكاية بالنسبة للزوج، حضرتك اللي في إيدك إنك تسعد حالك وتسعد زوجتك وتسعد أولادك وتسعد كل اللي حواليك لو أنت اقتنعت ورضيت بالسعاده الداخليه. السعاده هتبدا من جوانا احنا لو فهمنا ان السعاده دي جزء
من حياتنا احنا اللي بنقدر نقربه، او ان احنا اللي بنقدر نخفيه ونقمص معالمه تماما، هتفرق حياتنا كتير. يمكن احنا في ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله في محاضره هتبقى عن قانون الجذب الايجابي، وازاي ان احنا نعيش حياه تتسم بالسعاده. مفهوم عن السعاده الزوجيه ان احنا يكون عندنا زي ما حضراتكم كتبتوا استقرار، امان، تفاهم، هدوء عائلي. فاحنا هنشوف مع بعض الكلام اللي انتوا قلتوه مره مهم، ان الزوج بالنسبه لي، يعني في اخت كتبت ان الزوج بالنسبه لي هو الدنيا كلها بعد خروجي من بيت اهلي. في حد تاني كتب ان الزوجه بالنسبه لي هي الام التانيه. كل دي معاني مشاعر حلوه قوي، احنا اللي بايدنا بننميها لو احنا بنفهم الجزء ده عن الطرف التاني او عن الشريك التاني. وفي نفس الوقت لو احنا اتحنا لشريكنا التاني ان هو يعبر عن المشاعر دي، احنا الاثنين ساعتها هنقدر ناخد بايد بعض ونبدا في طريق للسعاده. هنبدا دلوقتي اول قاعده في ال 20 قاعده الذهبيه بتاعتنا. اول قاعده هي الصله بالله والطاعات المشتركه. الصله بالله الصله بالله ربنا سبحانه وتعالى جعل الألفة بين البشر وبعضهم مقصورة عليه. احنا لو انفقنا، ربنا سبحانه وتعالى قال لو انفقت ما في الارض جميعا لتؤلف بينهم ما ألفت. الفكرة كلها ان انا وانتي وحضرتك وحضرتك كلنا قلوبنا بين ايدين الرحمن يقلبها كيف يشاء. تخيلي لو انت علاقتك او حضرتك علاقتك بربنا سبحانه وصاحب ربنا سبحانه وتعالى علاقه قويه، قد ايه رضا ربنا هيكون عليك بارتباطك بزوجك او بارتباطك بزوجتك. لو احنا الاثنين علاقتنا بالله موصوله، اكيد ربنا سبحانه وتعالى هييسر عقبات كثيره جدا هتبقى في طريقنا. لو الزوجه علاقتها بربنا طيبه وقويه، هتصبر على تحمل زوجها الاشياء الحلوه، الاشياء اللي ما هي حلوه، ربنا سبحانه وتعالى هيمدها بطاقه ايمانيه رهيبه انها تقدر تتحمل زوجها. نفس الحكايه لو الزوج علاقته بربنا سبحانه وتعالى قويه، هيبقى عنده القدره على الاستحمال لنكد زوجته، للخناقات المستمره، لبعض التفاهات اللي موجوده في حياتنا. وسبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. احنا ممكن نكون شايفين ان الزوج او الزوجه فيهم اشياء ما احنا راضيين عنها، بس فيهم جانب تاني نكون راضيين عنه. بالاستعانه بالله، الدعاء، يعني لو فرضنا ان في اخت مثلا قابله ليها زوج في بعض الصفات السيئه، عليكي بالدعاء. وعلى حضرتك برضو لو انت زوجتك شايف ان فيها اشياء ما هي عاجباك، عليك بالدعاء، ساعدها، ساعدها ان صلاتها بربنا تزيد. وانت برضو خدي بايد زوجك لطاعه ربنا. الصلة بالله هي أساس النجاح، الصلة بالله أساس السعادة. لو أنا صلتي بربنا قوية وربنا منعم عليا بحبه، الأرض كلها وما في الأرض هيحبني. لكن أنا لو علاقتي بالله غير جيدة، أكيد هتبقى علاقتي بالبشر غير جيدة. وأول البشر اللي ممكن تبقى علاقتك بيهم غير جيدة هي طرفك الثاني، نصك الثاني زي ما أنت قلت. النص التاني ده هو الاساس. لو انا صلح ما بيني وبين الله، هيصلح ما بيني وبين كل العباد. كلمه الطاعات المشتركه، الطاعات المشتركه ان احنا نحفز بعض. يعني سبحان الله، احنا بينا في اشياء كتير تحث على المشاركه، منها التشاور. انا لو شاورت زوجتي او زوجي بقى في بينا شيء مشترك ان احنا نتكلم فيه، حوار، شورى بيني وبينه، دي شيء مشترك. الورد القراني، انا لو عملت ورد قراني ليا ولزوجي ولابنائي يوميا، ان احنا بنقعد كل يوم نص ساعه ولا ربع ساعه، ان شاء الله يا ربي 10 دقائق لو قلنا ما عندناش وقت، وان احنا مره الحياه بتاعتنا يعني مطحونه ومضغوطه ومليانه. لو 10 دقائق او ربع ساعه اضعف الايمان، خدوهم لشيء مشترك، ورد قراني، نقرا قران مع بعض، نفتح صفحه من السير،
نقراها مع بعض، نحكي في تاريخ الصحابة، نمسك ولادنا نعلمهم. دي ما تتخيلوا هيبقى رد فعلها قد ايه في التقارب بين الزوجين. لو ان احنا بنصلي ركعتين قيام الليل مع بعض، طبعا هو الزوج لازم المفروض يصلي في المسجد، لكن بيخلي جزء من صلاته لاهل بيته، سنه، اي سنه ممكن يصليها يؤم زوجته يؤم اولاده، والله الذي لا اله الا هو، لا يعني مهما وصفت لكم لا تتخيلوا مدى السكينه اللي بتنزل على الاسره دي بعد الصلاه، ولا بعد الورد القراني، ولا بعد الدرس الديني اللي بيبقوا ملتقين فيه وان الملائكه بتحفهم فيه. بلاش العمل الخيري، لو الزوجه مشتركه في شيء بتعمل فيه عمل خيري، ليه ما تشركش زوجها معاها؟ لو الزوج هو اللي مشترك في عمل خيري، ليه ما يفوتش باهل بيته؟ يعني هو ياخد الحسنات وكمان هم فعلهم يزيدوا في حسناته. ليه احنا ما بنشتركش في الحاجات اللي تزودنا وتقربنا طاعه بالله؟ يمكن احنا حتى من السنن المفقوده بينا صلاه السنه في ان ليله الدخله الزوج يقوم زوجته بصلاه ركعتين. يعني اكيد سبحان الله ربنا في ديننا ما ساب لنا شيء الا يكون داعي للخير ودلنا عليه. احنا ليه بنفتقد ده؟ ليه ما بنحاولش نستنى بسنن الرسول عليه الصلاه والسلام في اشياء زي دي؟ اشياء ممكن تكون غابت عننا. ببساطه الاشياء المشتركه او الطاعات المشتركه بيننا وبين بعض اكيد هتفرق في اشياء كتيره قوي. هتخلينا مرتبطين ببعض بشكل اكبر. بتخلينا مرتبطين ببعض بشكل اكبر. وزي ما قلنا ان الاصابع، ان القلوب بين اصابع الرحمن بيقلبها كيف يشاء. اي سؤال بالنسبه للطاعات؟ يا جماعه يا ريت نركز مع بعض شويه في المحاضره. طيب هننتقل للقاعده الثانيه. القاعده الثانيه هي الاحترام. الاحترام المتبادل. ليه مقصود كلمه ده؟ يعني مش الاحترام وبس، ما تنتهاش من غير ما نقول كلمه احترام متبادل، لان لازم يكون الاحترام من الطرفين. لازم يكون الاحترام بين الطرفين، بين الزوجه والزوج. لازم الزوج ما يطلب من الزوجه انها تحترمه وتديله وضعه وتديله زي ما بنقول كده برستيجه، وهو يكون بيهنها او بيتعمد اهانتها. مستحيل ان انا هقدر اطيعك واعطيك الاحترام الواجب اذا كنت انت بتقوم معايا بشيء انت فاقد ليه، بتطلب شيء انت اساسا فاقده. نفس الحكايه الزوجه. لازم في عشان اقدر اني اخلي زوجي يحترمني لازم اكون انا بحترمه، والاحترام بيسبق الحب بالاف الاميال. ليه انا بقول الاحترام بيسبق الحب؟ لان لو ما في احترام ما هيكون في حب. لو ما فيش احترام، احترام متبادل بين الطرفين، مستحيل يكون في حب، لان الحب اساسه الاحترام. انا لو ما احترمت الشخص اللي المفروض ان هو هيكون شريك حياتي، اللي هيكون ابو ابنائي، كيف انا اطلب منه ان هو يحترمني؟ ونفس الحكايه. يعني انت واخد انسانه من بيت اهلها معززه زي ما بيقولوا، مكرمه، فالمفروض ان برضه لما بتخش بيتك انت بتراعي ربنا فيها وبتحترمها. لو انت وجدت لها الاحترام والاحساس بالذات ده شيء مهم جدا. بعض الدراسات اللي اتعملت اخيرا عن تربيه الابناء وعن الاطفال، وان في بعض الاطفال بيلاقوهم انطوائيين وعدوانيين، لقوا ان ده راجع بسبب ان سوء المعامله بتاعه الاب للام، لان الام هي بالنسبه للطفل الاساس. الام بالنسبه للطفل الاساس. فلو الطفل شاف ان امه بتهان بيبدا يصاب بعمليه من انواع الانطواء والاحباط الداخلي اللي بيؤثر في تكوين شخصيته فيما بعد. مهم قوي الاحترام، مش بس بالكلام، الاحترام كمان افعال، تصرفات. انا ممكن تبقى النظره ممكن تبقى فيها سوء ادب او فيها قله احترام للشخص اللي قدامي،
انا عشان اكسب زوجي او اكسب زوجتي لازم يكون في احترام متبادل بين الطرفين، لازم يكون الطرفين في خطوط، في حدود. صحيح في ما فيش، يمكن احنا كلنا بنقول ان ما فيش حاجه اسمها كرامه بين الزوج والزوجه، ده لان هي كرامه الزوج من كرامه الزوجه وكرامه الزوجه من كرامه الزوج، الاثنين واحد، ما فيش فرق بينهم. يعني لو الزوج مثلا تعمد ان هو يهين زوجته قدام اهله، ما تعتقد ان ده اهانه للزوجه قد ما هو بيكون اهانه ليك انت في الاول، لما انت بتتطاول على زوجتك قدام اهلك ده اهانه ليك انت قبل ما يكون اهانه هي هي. والزوجه نفس الحكايه، لو انا تعمدت اني اهين زوجي فده اهانه ليا انا، لان زوجك ده هو زي ما احنا قلنا كده، هو السند، هو الظهر، هو الامان. فانا ازاي اتطاول على المفروض ان هو اماني، على المفروض ان هو سندي في الدنيا. والاحترام على فكره مش شرط في اثناء التواجد، يعني انا مش بحترم زوجي في اثناء وجوده ولما بستنى بس يخرج من باب البيت ابدا اسب والعن واسبسب زي ما بيقولوا كده، ويسمع اولادي اني بسب ابوهم. او نفس الحكايه برضو يكون الزوج مثلا زوجته قويه شويه عليه، يحترمها قوي قدامها، ومجرد ما تلتفت الناحيه الثانيه يفضل يلعن في عيلتها كلها. الاحترام لا، في وجوده وفي عدم وجوده، الاحترام للشخص في وجوده وعدم وجوده. اتفقنا؟ هنخش على ثالث قاعدة إن شاء الله، واللي هي الأمن والأمان. لو بصينا في الصورة الأولانية اللي قدامنا، ممكن نقول كده معناها أو مغزاها بالنسبة لكم إيه؟ الصور اللي قدامكم، انفصال، الصورة الثانية حب وترابط، غير متفاهمين، أسرة مرتبطة وأسرة مفككة، انبعاد، الأم أسرة لوحدها، الصورة دي عنصرية، اسمها مرتبطة واسمها مفككة، الشعور بالاستحمام. طيب جميل، هي فعلا الصورة الأولانية بترمز للشرح، للانفصال. الانفصال هنا سواء انفصال حقيقي بالطلاق أو حتى ممكن يكونوا عايشين في بيت واحد ولكنهم منفصلين، الأب في وادي والأم والأولاد في وادي تاني خالص. تخيلوا حياة زي دي، ايه مردودها؟ لو انا عايشين زوجين تحت سقف بيت واحد ولكن انا والولاد في جهه والزوج في جهه لحاله، او العكس في بعض الاحيان ممكن يبقى الاب والاولاد في جهه والزوجه في جهه ثانيه خالص لحالها. اي نوع من الامان والامن ممكن نحس بيه؟ مستحيل ان احنا نطلب من الاسره تكون ناجحة والحياة الزوجية بتاعتهم مستقرة وهو في تهديد مستمر. في بعض الرجال عافانا الله إياكم كلمتهم الأساسية أو الكلمة الأساسية على لسانهم هي الطلاق أو الانفصال، والمطلوب إن الزوجة تكمل حياتها وتربي أولادها عادي بشكل بدون أي مشاكل، بل بالعكس تقوم بواجباتها كاملة على أكمل وجه. إزاي أنا أتعامل مع نفسية محطمة؟ يعني انت ازاي تقدر تقول ان او تقدر تطلب من ام نفسيتها محطمه بعدم الاستقرار؟ احنا قلنا يمكن في تعريفنا الاولاني خالص للحياه الزوجيه لو نفتكر مع بعض كلمه الاستقرار، كلمه الامان، ده انتوا قلتوه ان انا الحياه الزوجيه معناها امان واستقرار. طيب لو انا زوجي كل شويه بيهددني هطلقك هطلقك، وعلى فكره التهديد كمان مش بس بالطلاق، يمكن كمان بالزواج. طبعا احنا عارفين ان ديننا بيحلل الزواج من اربعه، بس برضه في نفس الوقت احنا عندنا ما كل النساء عندها القدره على انها تتقبل انها تبقى الزوجه الثانيه. يعني الاكبر دليل عندنا ان ستنا فاطمه رضي الله عنها، فاطمه الزهراء، لما عرفت ان سيدنا علي سيتزوج عليها ما قدرت تستحمل النبي عليه السلام قال لها تأذيني في فاطمه. ففي بعض النساء عندها القدرة، يعني دول ما شاء الله يعني ليهم طبعا ألف تحية، اللي عندها القدرة على إنها زوجها
تزوج وتكون ما عندهاش مشاكل، ده وضع. لكن لو حضرتك متزوج واحده وانت عارف ان هي بالنسبه لها فكره زواجك الثاني ده فكره دمار او فكره عدم استقرار وعدم امان، وحضرتك بتلعب على النقطه دي مع كل خلاف يحدث ما بينكم تبدا تهددها هتزوج عليك. تتوقع ان هيبقى في حياه مستقره بينكم؟ مستحيل. اهم شيء بيدعم الحياه الزوجيه هو الاحساس بالامان. نفس الحكايه على فكره، مش للزوج للزوجه بس، نفس الحكايه لو الزوجه عندنا متهوره شويه وكلمه الطلاق على لسانها بكل في كل خناقه وكل خلاف يحدث بينها وبين زوجها، تبدا ببساطه طلقني او هروح عند اهلي. ببساطه نفس الحكايه، نفس الاستقرار والدعم النفسي اللي احنا بنتكلم عليه للزوجه هيبقى موجود عند الزوج. الزوج تمام، هيبقى حاسس ان انا حياتي معاها ما هي مستقره، يعني ممكن في اي لحظه يحصل الطلاق. فكره الطلاق او الانفصال ده دمار للاسره، ده اول زي ما بيقولوا كده معوال لهدم الحياه المستقره. لازم الزوج يشعر زوجته ان هي نص التاني، لازم يحسسها ان هو ما بيقدرش الحياه ما تكملش غير بيها. نفس الحكايه هي، ادي زوجي شعور بان انا الحياه من غيره لا تعني شيء، فراغ. زي ما الاخت الفاضله قالت ام عبد الله، ان انا زوجي هو رقم واحد بالنسبه لي، هو الاساس بالنسبه لي. فلازم الشعور بالامن والامان ده يبقى متوافر لدى الزوجين، لان ده هينعكس كمان على تربيه ولادنا. احنا قلنا ان اكثر الاولاد اللي بيطلعوا بالدراسات عندهم ميول عدوانيه وعندهم ميل للجريمه الاطفال الناشئين في اسر مفككه بين اب وام، هدفهم في الحياه هو الخلافات والمشاكل والقلق. طيب الامن والامان كمان انا عندي فيه شيء تاني، مش بس الطلاق وفكره الزواج التاني، لا، عندي كمان الامن والامان العنف الاسري. يعني انا لو زوجه مثلا لا قدر الله بيتعامل معاها زوجها كل ما بتغلط ولو لاتفه الاسباب يكون منه انه يتطاول عليها بالضرب، او بيتعامل معاها ومع الابناء بوحشيه. يمكن انتوا برضو من معظم الجرائم اللي كان فيها الزوجه او الابناء بيلجأوا للقتل او التخلص من الاباء كان اسبابها عنف اسري، ان الاب بيضرب او بيعنف ولاده وزوجته بقسوه، بيعملهم بمنتهى القسوه. طب يعني دول هيعيشوا ازاي؟ هيبقى في امان على اي اساس؟ العنف الاسري ده من ضمن الحاجات اللي بتخرب البيوت. عكس كده بقى، تعالوا بينا الدين الاسلامي الحنيف، النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلك. يعني سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس لاهله، يعني كان ما بيترفع ان هو يساعد اهل بيته في الاعمال، ان هو بيطيب اهل بيته، بيتحملهم. سيدنا عمر الفاروق لما راح احد الصحابه يشتكي ان زوجته بتعلي صوتها عليه ووصل لحد بيت لباب باب البيت بتاع سيدنا عمر، لقى ان صوت زوجه سيدنا عمر اعلى من صوت سيدنا عمر. فاستحى، يعني الراجل كان رايح يشتكي له ان مراتي بتعلي صوتها علي، فوجئ بان يعني زوجة سيدنا عمر هو عمر الفاروق، يعني عمر ده اللي بيخاف منه الشيطان، ومع ذلك ابنان زوجته كان بيتحملها. فلما طلع وشاف الصحابي ماشي فقال له تعالى انت ايش حاجتك كانت؟ فقال له، قال له انا كنت جاي اشتكي لك ان زوجتي بتعلي صوتها عليا، فجيت لقيتك ان انت عندك نفس المشكله. فكان ببساطه رد لسيدنا عمر قد ايه، يعني شوفوا ما شاء الله كان من الحكمه انه قال له ان هي بتستحملني وبتاكلني وبتربي عيالي وبتغسل لنا هدومنا، فما كان منه الا انه لازم يتحملها. طبعا احنا بنذكر ليه الجايين على الرجل في هذه النقطه، لان هو الرجل يعني في حته العنف دي هو اقوى، يعني هو اللي عنده القوامه، يعني صعب ان تلاقي ست هي اللي تضرب زوجها الا في حالات نادره جدا. لكن بالنسبه للعنف الاسري فهو للرجال اكتر، فسامحونا هذا مش تحيز للمراه، ولكن حته العنف الاسري دي بيبقى المسؤول عنها بشكل اكبر هو الرجل، مهما كانت الزوجه مستفزه. يعني انا مع حضراتكم ان في بعض الاحيان
في بعض الأحيان إن الزوجات بيكونوا مستفزين أو مستفزات بمعنى أصح، وممكن توصل الشخص اللي قدامها لأقصى درجات الغضب. لكن يعني النبي عليه السلام قال إن أقوى الناس هو اللي بيملك نفسه عند الغضب. فياريت إن اللي فيه طبع زي العنف ده يحاول بس يطمنه عشان تقدر الحياة تبقى أفضل بالنسبة له وبالنسبة لزوجته ولأولاده. لأن يعني حتى فكرة الضرب ده فيها نوع من أنواع الإهانة، وإحنا اتفقنا من تاني قاعدة إن الاحترام شيء مهم جدا. فالإهانة سواء الإهانة الجسدية أو الإهانة اللفظية دي كلها حاجات تخرب العلاقة ما بين أي زوجين. أما بالنسبة للزوجة فاستعيني، يعني حتى لو في بعض الزوجات اللي موجودين معانا زوجك فيه بعض العيوب، استعيني بطاعة ربنا سبحانه وتعالى واحتسبي ده، وحاولي ان انت بقدر الامكان تغيري. وان شاء الله انا هسيب الايميل بتاعي وكيفية التواصل، بحيث ان لو حد عنده مشكلة او استشارة في الاشياء اللي زي كده ممكن باذن الله نديله ايد معانا. اخر نقطة في حتة الامن والامان اللمسة الحنان. اللمسة هنا مفتاح من مفاتيح الحياة الزوجية الناجحة. اللمسة هنا مقصود بيها الزوج والزوجة. ما مقصود من الزوج ان هو دايما هو رقم واحد وهو اللي يتقرب من حضرتك، مطلوب منك انت برضو كأنثى ان انت تتقربي من زوجك. اللمسة احتسبوها طاعة لله. بعض الاحيان يجي زوجك راجع من العمل تعبان ومرهق ومقدر وشايل هم الدنيا والاخره، والله لو قربتي منه بلمسه حنيه كده طبطبتي عليه وحاولتي ان انت تبتسمي وجهه هيضيع منه تعب اليوم كله، هيتمسح تعب اليوم كله. نفس الحكايه لو انت دخلت على زوجتك ولقيتها يعني سامحوني مهدود حيلها في البيت، من بيت لطبيخ والعمل والشغل والولاد وتربيه الاولاد، لو انت ابتسمت في وشها كده وقلت لها الله يعطيك العافيه الله يعطيك العافيه ربنا يكرمك، طبطبت على ايدها كده او مجرد ان انت احتويتها، والله الذي لا اله الا هو، وهيضيع تعب اليوم كله بالنسبه لها، وهتنسى الاشياء اللي عملتها او جرت ليها، وتبقى عندها سلاح وطاقه ان هي ان شاء الله تديك اكتر. اللمسه من الحاجات اللي الناس بتغفل عنها، هي عامله زي التوصيله الكهربيه كده ما بين السالب والموجب. لو احنا بنوصل التيار ده الحب هيسرع ما بين الزوجين، الزوجه هتحس ان زوجها شاعر بيها، ونفس الحكايه الزوج يحس ان مراته دي او زوجته دي جزء منه، ما هياش حد غريب عنه، يحس ان هو متفاعل معاها حاسس بيها، ونفس الحكايه هو يحس نفس الشيء. ننتقل بعد كده جميل والله انا الحديث ما شاء الله استاذ ابراهيم هو مشارك معنا بحديث ضرب الزوجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ايما رجل لطم امرأته لطمة امر الله عز وجل مالك خازن النيران فيلطمه على حر وجهه 70 لقمة في نار جهنم. أنا ما عنديش علم ولا دراية بصحة الحديث، فأنا أعتذر، أنا ما أعرفش إذا كان الحديث ده صحيح أم غير صحيح. مع الأحاديث بالذات يا ريت لما ننشرها نتأكد من صحتها، عشان بس ما نكسب وزرها. يعني أنتوا عارفين إن اللي بيتأول على الرسول عليه السلام بشيء فمكانه النار، يتبوأ مقعده من النار. من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فمعلش يا جماعه انا اسفه، الاحاديث انا ما عنديش فكره عن صحتها، فيا ريت نتاكد من صحه الحديث. لكن احنا كل اللي اقدر اقوله في حته العنف الاسري وحته الضرب دي ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن لطم الوجه، ده حديث مؤكد، ده حديث صحيح. الحاجه الثانيه ان حتى الضرب للزوجه او التاديب الديني للزوجة فله أساس وله أصول. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيضرب بالسواك بعصا السواك، وده إن شاء الله هيكون لينا فيه وصلة تانية ومحاضرة تانية بإذن الرحمن.
دلوقتي نخش على القاعدة الرابعة. الأمانة والسرية. الأمانة هنا الزوجة أمانة عند حضرتك، الزوج أمانة عند حضرتك. الأمانة هنا مشتركة ما بين الزوج والزوجة. أنت أمانة عنده من ساعة ما بيستلمك من أهل بيتك، وهو أمانة عندك من ساعة ما أنت بتبقي مسؤولة وبتقفل عليكم باب واحد. الأمانة هنا إنك تحفظيه في ماله، في أسراره، في عرضه، في كل شيء. والأمانة بالنسبة لك كمان في غض البصر. والزوج، الزوجة أمانة عندك تراعيها، تعطيها حقها بما شرع ربنا سبحانه وتعالى، بإن أنت تغض البصر عن كل ما يزعجها. لأن برضو يعني زي ما احنا بنطالب كده إن الزوجين يعني غض النظر، غض البصر ده من الأشياء اللي كانت فاتحة بيوت ومعمرة بيوت كتيرة قوي. يمكن احنا نسبة الطلاق اللي بدأت تزيد بسبب عدم غض البصر، بسبب ان احنا يعني انتشر عندنا عدم غض البصر. فالأمانة اني حافظ على زوجي في وجوده وفي عدم وجوده، حافظ عليه زي ما قلنا كده في ماله، في عرضه، في كل شيء. السر لو الزوجة او الزوج ما لقاش الأمان والسرية مع طرفه التاني هيلاقيه مع مين؟ يعني لو زوجي ما لقى عندي أنا خزنة أو حافظ الأسرار بتاعه، هيدور على مين يكون عنده؟ مين أحق الناس بحفظ الأسرار للزوجين؟ الزوجة هي مستودع أسرار زوجها، والزوج مستودع أسرار زوجته، وما ينفعش إن مع أي خلاف يحصل ما بينهم يبدأ كل واحد يفشي ويطلع الأسرار بره، لأن دي من ضمن الحاجات اللي بتدمر الثقة اللي بين الزوجين. لو زوج حصل بينه وبين زوجته خلاف، وبدأت مع أول خلاف حصل بينهم بدأت تفشي أسراره، اللي بيحصل إن الثقة بينهم بتهتز. لو الثقة دي اهتزت ما بترجعش، ولو رجعت بترجع زي ما بيقولوا كده بإصابات معاقة. لكن أنا عشان أحافظ على زوجي واحافظ على ان الثقه اللي بيني وبينه دي تفضل مدى الحياه، ونفس الحكايه الزوج يكتسب الثقه بتاعت زوجته، لازم المحافظه على السريه اللي بينهم. زي ما بيقول زمان كده، كانت المشاكل والخلافات والاسرار ما بتخرجش بره غرفه نومنا. الامان والسريه من ضمن القواعد اللي بتاسس حياه اسريه ناجحه. ان الزوج لما يلاقي ان عند زوجته امانه ومحافظة على أسراره هتكون صديقته، وده شيء مهم. الزوج يبقى صديق لزوجته، الزوجة صديقة لزوجها، بدل ما أنا ألجأ لأصدقائي اللي بره، لا، طب ما أنا زوجتي أولى الناس إنها تكون صديقتي، زوجي أولى الناس إن هو يكون صديقي وحافظ أسراري وكاتم أسراري. ودي من ضمن الحاجات اللي بتقرب بين الزوجين، إن إحنا حاسين إن إحنا الاتنين زي ما بيقولوا كده كتاب مقفول على حاله، ما في أسرار برانا يعرفها غيرنا. فدي من ضمن الحاجات اللي مره مهمه، او من ضمن الحاجات اللي كتير قوي مهمه، انها بتحفظ الحياه الزوجيه بين الزوجين. القاعده الخامسه، هي تفهم شخصيه شريكك. يعني ايه اتفهم شخصيه شريكي؟ مهم قوي. أي زوجين بيرتبطوا ببعض لازم يستوعبوا بعض. يعني لازم أنا أعرف من البداية كده أحق الناس بالدراسة. أنا لما بكون هعمل علاقة خارجية مع صديق أو زميل في العمل، بحاول أدرس طباعه وأشوف إيه الحاجات المشتركة اللي بينا، إيه الحاجات اللي مش مشتركة بينا، الأهداف، الطموحات، الأفكار، عشان خاطر أفضل محافظة على الصداقة دي. أولى الناس زي ما قلنا كده بالصداقة دي، وأولى الناس بالدراسة إني أقعد أدرسه وأذاكره زي ما بيقول الزوج، النص الثاني بتاعي، شريكي في الحياة أو شريكتي في الحياة. مهم قوي إن حضرتك تفهم زوجتك إيه طبعها، هل هي من النوع الرومانسي؟ هل هي من النوع الحالم؟ هل هي من النوع العقلاني؟ هل هي من النوع تفكيره إيجابي؟ هل هي من النوع اللي تفكيره إلى حد ما متشائم شوية؟ هل هي من الشخصيات الفعالة؟ هل هي من الشخصيات المرحة؟
نفس الحكاية، أفهم زوجي هل هو من الشخصيات الجادة، الشخصيات العقلانية، ولا شخص رومانسي، ولا شخص طموحه غالب عليه. لازم أستوعب وأفهم شخصية الشريك اللي قدامي علشان أقدر أتعامل معاه. لو أنا زوجة وشخصية شريك حياتي رومانسية وأنا إنسان عقلانية، متهيألي عشان نتقابل لازم يحصل خط اتصال بيني وبينه، لازم هو يفهم ان انا شخصيه عقلانيه عشان يقدر يتفاعل معايا من المنطلق ده، ولازم انا افهم ان هو شخصيه رومانسيه عشان اقدر اتواصل معاه من نفس منطلقه. لو حصل التقارب ده بين الطرفين، لو انا تنازلت من عندي شويه بالعقلانيه بتاعتي وهو تنازل شويه بالرومانسيه بتاعته، اكيد هيبقى في نقطه التقاء بيننا احنا الاثنين. لو انا فاهمه شخصيه شريك حياتي وحضرتك فاهم شخصيه شريك حياتك بشكل واسع، ان انت تقدر تستوعب انت الحاجات اللي بتغضبها، انت الحاجات اللي بتثير حميتها، انت الحاجات اللي بتثير الحفيظه عندها. نفس الحكايه انا اعرف امتى زوجي يتعصب، امتى زوجي الشيء اللي انا لو عملته ده هسبب بيه مشكله. لو قدرتي وقدرت حضرتك تستوعب شخصيه شريكك التاني، حاجات كتيره، مشاكل كتيره توافد بتحصل ما بيننا وممكن تصير بعد كده لمشاكل تتهدم عليها بيوت، ممكن ببساطه تتحل في اول الطريق. لو انا مثلا ضربنا مثال ان زوجه بطبعها هادئه، ما بتتكلمش كتير، وزوجها من النوع الحيوي اللي بيتكلم كتير وعايز يبقى فيه حياه، وما قدرش يفهم طبيعه ان الزوجه بتاعته هي طبعها كده، هي طبعها من نوع قليل الكلام، هي مش بتكره انها تتكلم معاه او انها مش بتبقى حابه انها تتواصل معاه، لا هي بطبعها انسانه كده قليله الكلام. لو قدر يتفهم شخصيتها هيحاول ان هو واحده واحده، هو شخصيه مرحه وحبوبه مثلا، هيحاول ان هو يشدها للكلام واحده واحده، ستيب باي ستيب، خطوه خطوه، هنقدر انها تتشد من الهدوء بتاعها ده وتبدا تنسجم معاه. لو لقيت فعلا انك حريص على انك تقرب منها، نفس الحكايه بالعكس. لو انا الزوج عندي هو اللي شخصيه هادئه والزوجه هي اللي مرحه وحبوبه، لو هي برضو حاولت انها واحده واحده تشركه في الاشياء اللي بتصفها، تحاول تتفهم شخصيته، تتفهم الحاجات اللي بتثيره، تفهم الحاجات اللي بتحركه، وتبدا تستغلها واحده واحده، هيحصل تقارب بين الطرفين، وده مهم جدا عشان تقدر تستوعب الطرف الثاني. لان بعض الاحيان احنا يعني كتير من المشاكل بتبقى مبنيه على سوء الفهم، ما بيكونش بيكون الزوج قاصد شيء والزوجه فهمته بمعنى تاني او بشكل تاني، لانها مش قادره تفهم طبيعه زوجها. يعني بعض الاحيان ممكن يبقى الزوج بيلقي كلمه على سبيل المزح الهزار، وتاخدها الزوجه بمحمل جدي، هي طبعها شخصيه جديه، هتاخد الموضوع بشكل جدي، وتحصل مشكله مالهاش اول من اخر بسبب سوء الفهم، لانها مش فاهمه شخصيه زوجها ولا هو فاهم ان شخصيه زوجته ما بتتقبل المزاح، ما بتتقبل الهزل. يبقى دي ما ينفعش ان احنا نتواصل معاها او اقول لها كلمات ما تقدر تستوعبها. في ناس زي ما بيقول كده تفكيرهم تفكير تجريدي، الكلمه هتتاخد على محملها، وفي بعض الاحيان كلمات تاخد اكتر من معنى. لو الزوج او الزوجه فهمها على المعنى المقصود الصحيح اللي الطرف الثاني يقصده، ممكن ابقى حليت مشكله من قبل ما تبدا. يبقى انا مهم جدا عندي فهم شخصيه الشريك الثاني. مبني عليها برضو هي القاعده اللي بعد كده، القاعده السادسه، مبنيه على نفس الكلام، القبول. والقبول هنا اني اقبل الطرف الثاني شروه واحده زي ما بنقول بالمفروض. بيعه على بعضها. ما باخدش الحاجات الحلوه اللي فيه وارمي الحاجات الوحشه اللي فيه. حضرتك تزوجت واحده، خدها زي ما هي بعيوبها بمميزاتها بحسناتها بسيئاتها بكل ما فيها، هتاخدها شروه على بعضها، هقبله كله على بعضه. مش هنقول ان احنا هنتغافل او يعني لو في عيوب ما لها حل وما لها علاج مش هنتغافل عنها، احنا هنحاول نصلحها. يعني هنحاول لو هي من الزوج او الزوجه نحاول ان احنا نصلح هذه العيوب، لكن انا المبدا عندنا اني اخد الشخص كله على بعضه. ما ينفعش ان انا مثلا بحب سين من الناس اخد فيه الحاجات الحلوه بس، لكن لو صدر مني تصرف ما هواش على هوايا او مش انا مش داخل مزاجي
ابدا على طول اقلب عليه وخلاص هو ده انا كرهته، لا ده ما ينفعش، لا ده ما يجيش، لا المفروض اني اقبل الطرف الثاني على بعضه بعيوبه ومميزاته. مفيش حد فينا خالي من العيوب، سبحان الله ما في حد فينا كامل، كلنا فينا عيوب، بس العيوب دي بتفرق من الشخص للتاني. المميزات برضو ما فيش حد فينا خالي من المميزات، حتى لو هو أسوأ الناس اكيد في حتة طيبة، اكيد في حتة ولو بسيطة تدعو للتفاؤل، لكن احنا بنتكلم بشكل عام لازم اتفضل بقبول كل الشخصية اللي قدامي، شريكي اخده على بعضه بكل محاسنه وكل عيوبه اقبله زي ما هو، ما ينفعش اخد الحلو اللي فيه وارمي الوحش اللي فيه، لازم اخدها على بعضها، دي تشيل دي. ده لو احنا اشتغلنا بالمبدا ده او بالقاعده دي هتلاقي في امور كثيره بقت سهله بالنسبه لنا، لان انا عارفه انا زوجي طيب وكريم وكويس بس عصبي. دي تشيل دي، دي تحمل دي، والله زوجي فيه مميزات كثيره بيصلي وبيصوم وعارف ربنا وانسان متدين وملتزم وفي حاجات كثيره حلوه، بس مثلا من نوع الكتوم شويه او من النوع العقلاني شويه، ملوش في الهزار، ملوش في المرح، ملوش في الرومانسيه، فيبقى لازم اخده على بعضه. لكن انا ما هدور على انسان يتفصل على مزاجي، يعني احنا ارتبطنا من البدايه واحنا او حتى الناس اللي ما ارتبطوا احنا مرتبطين او انت بتقدم على الارتباط وانت عارف ان انت اللي هتاخدها او اللي انت هتاخديه ده ما هوش كامل، ما هوش انسان تفصيل، ما هوش معمول لك مخصوص، هو فيه مميزاته، في عيوبه، في طباعه، في حاجات خاصه بالتربيه فيه، في حاجات خاصه ببيئه العمل بتاعه. يعني انا ما بيش مثلا للناس اللي شغالين في الحاجات اللي فيها هندسه واعمال محتاجه عقليات او حسابات مره كتيره زي المحاسبين، واجي مثلا في عز ما هو بيشتغل اجي اتطلب منه ان هو يعمل لي حاجه معينه تشتت تفكيري، انا بقبله زي ما هو، بقبل كل ما فيه بمميزاته وبعيوبه. النقطه اللي بعد كده هنتكلم مع بعض عن نقطه مهمه قوي، اذكر المحاسن. انا هطلب من كل حد فيكم دحين دلوقتي يحضر ورقه وقلم ويكتب 5 محاسن في شريك حياته، وفي نفس الوقت يكتب 5 مساوئ في شريك حياته. اللي كتب بس يكتب لنا رقم 1. أستاذة نجلاء خلصت المحاسن، هل كتبت العيوب أو المساوئ؟ اللي مش مرتبط يتخيل. أستاذة رشا خلصت، كتبنا كمان العيوب. طيب هل ذكر المحاسن سهل؟ هل ان الواحد كده سهل عليه يقعد يعدد محاسن شريكه التاني؟ طيب استاذه سلمى حضرتك قلتي عن نفسي سهل جدا، في كل الاحوال استاذه سلمى هل عندك القدره على ذكر محاسن شريكك في وقت غضبك؟ يعني في وقت الغضب لما بيكونوا مثلا انتوا الاثنين على خلاف لا قدر الله، هل بيبقى سهل عليكي تذكري المحاسن دي؟ لا طبعا ده صحيح. طيب عايزين نتفق مع بعض على اتفاق النهارده ان شاء الله كل حد فيكم حاضر معايا المحاضره هيعمل اجنده ويخليها جنب السرير، نوت صغير كده يخليه جنب سريره جنب مكان النوم بتاعه، ويكتب فيه
كل يوم مع نهاية اليوم قبل ما ينام كده، يدي نفسه دقيقتين اتنين بس، يكتب الحاجات الكويسة اللي حصلت من شريكه على مدار اليوم. نوت صغير هتخليه جنبك او جنبك حضرتك على جنب السرير، هتيجي قبل ما تنامي او قبل ما تنام ببساطة تكتب الاشياء الكويسة او الحاجات الحلوة اللي عملها شريكك معاك اليوم. ليه الفكرة؟ احنا في وقت الرضا بنشوف ازواجنا وزوجاتنا بعين الرضا، يعني نشوف ان هو كويس طيب حنين، نفس الكلام اللي حضراتكم كتبتيه، بشوف فيه المحاسن. لكن في وقت الزعل ووقت الضيق ووقت الخلافات متهيألي ما بنشوفش غير الحاجات السيئة وبس، وده من ضمن الأشياء اللي بتقضي على الحياة الزوجية. لأن إحنا الإنسان بطبعه الحاجة اللي بتعمل فيه بخير بيعديها كأنها شيء معتاد عليه حق، لكن الأشياء اللي بتوجعه أو بتجرحه أو بتسيء إليه هي دي اللي بتتخزن في ذاكرته وبتتخزن في مشاعره وفي عواطفه. يعني احنا لو وقت رضا هتلاقي ببساطه سهل قوي ان انا اعدل المحاسن بتاعت الشريك التاني، لكن لو انا بيني وبينه خلاف تلاقي الامر فيه صعوبه ان انت تبداي ترصي كده المحاسن بتاعته، مش هتبقى بنفس القوه وبنفس السرعه اللي انت النهارده ما شاء الله كتبت بيها محاسن الشريك التاني حد بتاعك او بتاع حضرتك. مهم قوي ان من وقت للتاني لازم افكر نفسي بمحاسن الطرف التاني، بالنعمه اللي ربنا مديها لي. كل واحد فينا لو بيكتب محاسن الطرف التاني شريكه اوقات كتيره وقت العصبيه ووقت ما يكون في بيننا خلاف، لو فتحت الاجنده دي او فتحت النوتس دي ببساطه وافتكرت ان اليوم الفلاني عمل فيا حاجه كويسه، اليوم الفلاني عمل فيا حاجه كويسه، تبدا الخلافات دي لحالها تزول، تبدا الحده والتوتر وصوره الغضب اللي موجوده جوانا تبدا تقل. لو انا افتكرت ان كان في يوم كنت مريض وزوجتي اهتمت بيا اهتمام غير عادي، لو زوجي في يوم لقيته عمل اتصال مثلا وصل اهلي او عمل شيء اسعدني، ببساطه لو في خلاف وبدات اعدد المحاسن اذكر المحاسن في وقت الخلاف، الخلاف ده ما هيكون له اثر، لان ببساطه نفسيا انا ههدى، نفسيا هبدا يكون عندي القدره على اني اقاوم ثوره المشاكل، اني ما اتخنش زي ما بيقولوا كده. يعني هو اي خلاف بيبقى بين الزوجين على طول الشيطان بيشتغل ويبدا يبخ فينا من بينفذ فينا من النار بتاعته من الاحقاد بتاعته. ببساطه احنا لو في محاسن بيننا مذكوره او مشتركه واحنا بدانا نتذكرها هذا الخلاف هيدوب من غير كلام، لاني افتكرت في محاسن كتيره فممكن اتجاوز عن سيئات. في حاجه ثانيه، لو قلنا ان العلاقات الانسانيه بين اي شخصين حتى لو مش ازواج، لو انا العلاقات الانسانيه دي شبهناها ببنك، بنك انا كل ما بعمل حاجه كويسه بتتحط في رصيدي، كل ما بعمل حاجه كويسه تضاف لرصيدي تضاف لرصيدي، فلما اجي ارتكب خطا او شيء في حقك ببساطه كده لو ليا رصيد عندك ممكن ابدا اسحب، ما بقاش السحب زي ما بيقولوا على المكشوف، لو انا ماليش حسنات عندك نهائي او ماليش حسنات عندك نهائي هيبقى السحب بتاعي على المكشوف، اي تصرف هعمله معاكي او معاه هيبقى تصرف غير مقبول، لان انا ماليش عندك او عندك رصيد يشفع لي او يشيل من السيئات اللي ليا. لكن زي ما بنقول كده اعملوا كل زوجه تعمل لزوجها بنك حسنات، بحيث ان لما يحصل خلاف يبقى يقدر ليه رصيد يسحب منه. اتفقنا؟ طيب النقطه اللي بعد كده، النقطة اللي بعد كده الحب الغير مشروط.
الحب الغير مشروط المقصود بيه هنا اني احب شريكي او شريكتي بلا قيود، بلا حدود، بلا منافع. يعني ايه؟ يعني ما يكونش الهدف من الزواج هدف الاساسي مصلحه. يعني ما يكونش الزوج مثلا حاطط في احلامه افكار معينه ان زوجتي هتساعدني، ان زوجتي هتكون لي مثلا سكرتيره، هتكون لي مساعد، هتكون لي السكن، هتكون لي الملاك. ولو ما لقاش منها كل اللي هو طالبه يبقى خلاص ما تستاهلش الحب ده، يبقى الحب ده حب بشرط. نفس الحكايه، انا هحب زوجي طول ما هو موفر لي السكن، طول ما هو بيجيب لي الحاجه اللي انا نفسي فيها، طول ما هو بيغدق عليا بالهدايا، وكل ما هو بيجيب لي بقى عربيات وفوريرات ومش عارف ايه والحاجات دي. لو ما جابش وحصل له ضائقه ماليه او ابتلي بشيء معين، لا معلش يبقى هو ده ما يلزمنيش، مش هو ده الشخص اللي انا كنت بحلم بيه. لازم يكون في حاجه اسمها حب غير مشروط، حب بلا قيود. انا بحب زوجي عشان ده شريك حياتي، عشان ده هو البني ادم اللي انا اخترته اكمل معاه دنيتي وارزق منه باذن الله باطفال. هو ده البني ادم اللي انا اخترته عن بقيه الناس كلها اللي يكمل معايا دنيتي. حب بلا شروط. نفس الحكايه، حضرتك اخترت زوجتك على اساس ان هي دي بني ادمه انت شفت انها تصلح انها تكمل معاك الحياه، بس ما حطتش قواعد انها لو عملت كده هتكمل، ما عملتش كده يبقى مش هتكمل. لا، ما ينفعش. لازم انت بتحبها بلا شروط، وانت تحبي زوجك بلا قيود، بلا حدود. لازم الحب يبقى طالع، يعني زي ما بيقولوا طالع من القلب، ما فيهوش اي شيء مربوط بشيء معين، ما هوش بارتباط لا بمادي ولا بمعنوي. حب يعني زي ما بيقولوا كده حب في الله، حبي زوجك في الله، احب زوجتك في الله اولا، وخلي دايما حبكم موصول بالله. النقطة اللي بعد كده الإهمال. إياك وإياكي من الإهمال. الإهمال معناه يعني أو مش معناه هو السلاح القاتل للحياة الزوجية. السلاح اللي عايز تخرب بيه حياتك الزوجية، أهمل زوجتك أو أهملي زوجك. الإهمال مهما كانت العلاقة اللي بينكم قوية وأشبه أو شبه الإهمال، فتوقعوا إنها بتنتهي بأسرع وقت ممكن. ومش بس الإهمال على فكرة، برضو زي ما احنا بنقول كده، مش بس للزوج والزوجة، في أي علاقة، أي علاقة بتتم يحصل فيها إهمال أو تجاهل للطرف الآخر، تجاهل لمشاعره، تجاهل لأحاسيسه، تجاهل لأحزانه، تجاهل لأفراحه، معناها إني قضيت على العلاقة دي من الألف للياء. الحياة الزوجية بالظبط عاملة زي النبتة، نبات. لو أنت رعيته وحضرتك رعيتيه وبدأتوا تضخوا له حياة بالحب بالمودة، تروه أول بأول، الحياه بتاعتنا هتستقيم وتبقى حياتنا مفيش بعدها. ما بنقولش ان احنا ما بنختلفش، احنا بنتخاصم وبنتخانق وبنزعل، لكن ما بنقدرش نشوف الشخص اللي احنا زعلانين معاه بيتاذي. ما اقدرش اشوف شريكي لا قدر الله بيصيبه مكروه. ما ينفعش اني اعمل اغض الطرف او اعمل نفسي مش شايفه ان هو بيتاذي، ما اقدرش. نفس الحكايه، الزوج لو اهمل زوجته وما حاولش يشعرها انها بالنسبه له شيء مهم جدا في حياته، وان هو يعني بالنسبه له هي جزء من الجنه على الارض، وان برضه الزوجه تشعر زوجها بنفس الاحاسيس دي، ان هو بالنسبه لها شيء مهم، وبالنسبه لها انها ما تقدرش تستغنى عنه، حتى ايفن لو زعلانين مع بعض، حتى لو متخاصمين، ما ينفعش ان انا اهمل. يعني احنا حتى في ديننا سبحان الله لما ربنا سبحانه وتعالى حط عقوبه للزوجه ما بتتركهاش بره السرير، انت ما بتطلعش، انت بتخاصمها بان انت بتديها ظهرك، لكن ما بتتركلهاش الغرفه مثلا وتمشي. ده نوع من انواع مراعاه. يعني احنا ديننا يعني ما سبناش شيء الا وادانا فيه نبذه عن كيفيه التعامل. من ضمن الحاجات اللي بتقتل الزوجه
يمكن هي في زوجك اكتر الاهمال، ان تحس ان زوجها مهتم بحد تاني. بالعكس، اجعلها رقم واحد في حياتك، اجعليه رقم واحد في حياتك، اهتمي بيه واهتمي بشؤونه، الاشياء اللي تسعده. وانت نفس الحكايه، الاشياء اللي تسعدها، الاشياء اللي ترضيها، الاشياء اللي تقرب ما بينكم. لازم الاهتمام ده شيء اساسي. الاهتمام ان شاء الله بمكالمه تليفون الصبح لما انت بتروح شغلك، او حضرتك بتروح شغلك، مكالمه تليفون: اه يا حبيبي وصلت، ها يا ماما وصلتي، اخباركم ايه؟ مجرد السؤال ده انت ما تتخيل هو بيفرق معاها قد ايه. مسج صغيره: انت وصلت شغلك، او انت حضرتك وصلت شغلك، او انت في البيت. مسج صغيره: وحشتنا، اشتقنا لك. كلمه ولو بسيطه بس تدل على ان في اهتمام منك صادر لي. ان مش هو مجرد ما خرج من البيت يلا مع الف سلامه طريقك اخضر، مش هي خرجت من البيت يلا انا ارتحت لنا شويه. لا، بالعكس، لازم احسسه ان انت غيابك بيفرق معايا، وجودك بيفرق معايا. نفس الحكايه حضرتك، لازم تحسس زوجتك ان هي غيابها او وجودها بيفرق كتير في حياتك، ان مش غيابها زي عدمه او وجودها زي عدمه، لا، لازم بيفرق. لازم اهتم بيها، اهتم بمشاعرها، اهتم بادق التفاصيل. كل ما بتكون مهتم بالشخص اللي قصادك بتزيد درجه محبتك في قلبه. كل ما بتكون مهتمه بزوجك كل ما بيكون لك مكانه مخصوصه مختلفه عنده. فاياكم والاهمال، اياكم والاهمال. النقطه اللي بعد كده هي النقطه العشرة، ويمكن انا اصبت انها تبقى نص القواعد، هي حاجه يمكن الكل بيغفل عنها: الهديه. يمكن البعض دلوقتي بيبتسم او يقول هديه هو كمان فيها غرامه. بالظبط، الله ينور عليك يا استاذه رشا، الله يفتح عليكي. تهادوا تحبوا، صدق رسولنا الكريم. ما تتصوروا مدى الهديه دي. يمكن البعض فينا زي ما بقول كده هيبتسم، هيقول لا ما صدقنا، نبغى هديه بقى دلوقتي، عايزين هدايا. الهديه يا جماعه احنا بنعتبرها مفتاح القلوب. يمكن النبي عليه الصلاه والسلام عممها، قال تهادوا وتحبوا، سابها للامه كلها، ما خص بيها حد. زي ما قلنا كده من شويه: اولى الناس بصداقتك هي زوجتك، اولى الناس بصداقتك هو زوجك، اولى الناس بهديتك برضه هو شريكك. الهديه مش شرط انها تكون غاليه، مش شرط انها تكون حاجه قيمه، مش شرط انها تكون حاجه بالاف الجنيهات. بالعكس، الهديه في معناها لو دخل عليكي زوجك ان شاء الله يا ربي بقطعه شوكولاته صغيره، بورده، بكيس شيبسي يا رب، اي حاجه، مجرد بس ان هو اظهر لك بيها انه فكر فيكي، انه خد من وقته، وقته دخل محل اشترى لك اي شيء، من بقاله، من اي شيء مهما كان. الهديه ان شاء الله كارت صغير مكتوب عليه كلمه بحبك او كلمه بحبك، اي شيء ولو بسيط صدقوني هيفتح الابواب المقفوله في قلوبنا. مهم قوي الهديه في معناها. الهديه ما هي بقيمتها لكن بمردودها، بمفعولها. ما تبقاش الهديه عندنا مرتبطه بمناسبات معينه، بعيد الام، بعيد الفطر، لا، ما تبقاش مناسبه، من غير مناسبه خش كده الزوج على زوجته بشيء بسيط يرفع من روحها المعنويه، يحسسها قد ايه هو مقدرها. نفس الحكايه، الزوج يخش كده من البيت يلاقيكي عامله له مفاجأة وجايبة له هدية ترفعي بيها معنوياته، تشيلي عنه هموم يوم قضاه في الشغل بعيد عنك. الهدية لا، ما هي بمناسبة، ما هي بمناسبة. المهم انها بتدل وبتعبر عن ان الشخص ده في بالي، انا خدت من وقتي ورحت اشتريت، فكرت ووقفت ودورت وقعدت الفها بشكل معين واجهزها بطريقة معينة عشان اقدمها. الهديه دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنقول عليها المفاتيح السريه فعلا، اللي بتكسر روتين الحياه زي ما استاذه سلمى بتقول. وقت الصلاه. رقم 11 ان شاء الله.
رقم 11 إن شاء الله إكرام الأهل والأقارب. إيه بقى حتة الأهل والأقارب دي؟ يعني أنت كتبتي علينا الغرامة، كتبتي علينا الغرامة وهنجيب هدايا كمان، مش للشريك، كمان للأهل والأقارب. يا جماعة الأهل والأقارب دول إحنا بنقول كده إن الزواج مش ارتباط ما بين اتنين وبعض، ده بين أسرتين كاملين لبعضهم. لو أنت كزوجة أكرمتي أهل زوجك، زي ما قلت كده، زي ما بنقول بالعامية شوية، سامحوني، شلتيهم على دماغك وأكرمتيهم من أجله، هو هيشيل لك ده ويعتبرها جميلة يراعيكي فيها ويكرم هو كمان أهلك. لو هو كمان أكرم أهلك، أو لو حضرتك كنت بإكرام أهلها وعملت صلة للأرحام، ما حاولتش ان انت تكون قاطع للرحم بالنسبه لها، لان في ازواج مجرد ما بيحصل الزواج بيبقى عايز خلاص ياخد زوجته ويفصلها عن باقي الاهل، ما لهاش دعوه بقى حماته حلوه حماته وحشه، ما لناش فيه. لكن احنا بنتكلم على ان ما ينفع ان ابدا واحد ياخد واحده ويفصلها عن اهلها. ونفس الحكايه برضو، انت ما تدوري انك تاخدي زوجك تفصليه عن امه وعن خالاته وعن اعمامه، لا، لازم ارتباط الاهل، لان الاهل دول هي الاسره. احنا بينا بيحسنا على صلة الأرحام، صلة الأرحام. يعني إحنا بنختلف عن الغرب في حتة صلة الرحم دي، يمكن هي أكتر حاجة بتميزنا إحنا كمسلمين من صلة الرحم، إن إحنا بنعرف جدودنا وجدود جدودنا وعمامنا وخلاننا، والعيلة تلاقيها مترابطة. حتة إن العيلة تبقى مترابطة ده هيبقى عايد على حياتكم الزوجية، لأن أنا دلوقتي لو أنا زوجي أكرم أهلي وحسيت إن هو بيعامل أهلي معاملة كويسة، أكيد أنا كمان هأكرم أهله، ولو أكرمت أهله هيبقى في بينا تبادل للمحبة، تبادل للاحترام، لأن ده هيبقى عايد علينا. يعني أنا كده هوفر على نفسي إن حماتي من ناحية تانية ما تجيش تسخن زوجي عليا. نفس الحكاية، أنت الزوج لو أكرمت حماتك وعملتها كويس، ما هي برضه مش هتشحن زوجتك من ناحية تانية عليك. يعني هي برضه العملية أول عن آخر، هي مردودة عليك، إكرامك لأهلها أو إكرامك لأهله كده أو كده هو مردود عليك. يعني أنت عشان تبقى هو هيشيلك على راسه من فوق لو أنت أكرمتي اهله وحاسه ان انت بتعامليهم من عشان خاطر عيونهم، حتى لو حماتك هي زي ما شايفين كده، ان شاء الله يا رب تكون قنبله ذريه، بس انا بكرمها عشان خاطر زوجي، انا بكرمها احتسابا وطاعه لله، لانها ام زوجي، هي ليها فضل عليا انها جابته، يعني ربته وهي اللي خلت فيه حاجات الكويسه اللي انت دلوقتي شايفاها كويسه كزوجه، اللي خليتك انت قبلتيه كزوج. ونفس الحكايه، انت حماتك مهما كانت لو هي برضه قنبله ذريه، ما هي اللي ربت زوجتك دي وهي اللي طلعت فيها الحاجات الكويسه اللي خليتك اتزوجتها. يبقى لازم احنا بنحاول ان احنا نكسب ازواجنا، نكسب الطرف الثاني عن طريق اكرام الاهل والاقارب، ان انا في الهدايا في المناسبات اكون موصوله بيهم، اكون موصوله باهله، اكون موصوله يمكن اتمنى او موصوله باهله قبل اهلي علشان هو يوصل اهلي. في المناسبات، في افراح اكون مشاركاهم، في احزان اكون معاهم، في اي مناسبه اكون متوجهه اليهم، واترك لديهم انطباع كويس ان انا بني ادمه كويسه ومحبوبه. ونفس الحكايه، انت كمان اترك لدى اهلها ان انت انسان ودود مرح يطمنوا معاه على بنتهم. ففي الحالتين اكرام الاهل ده عائد علينا احنا في الحياه الزوجيه بتاعتنا. رقم 12 وناخدها وناخد بعدها بريك للصلاه 10 دقايق. لسه الصلاة ما أذنتش عندكم في مصر؟ معلش سامحوني، أنا عندي فرق توقيت أصلي، أنا مش في القاهرة، فسامحوني انا عندي فرق توقيت. فوقت الاذان الله يبارك لكم، يا ريت بس عشان ما يضيعش عليكم الصلاه. طيب اوكي نكمل. طيب واضح ان الشرايح علقت. طيب رقم 12، لا تغضب، لا تغضب.
طبعا لا تغضب، دي صفة يعني وصية من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مش حاجة من عندنا احنا يعني، لكنها من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. الغضب مش عارفة احنا ايه شرحنا برضه. طيب الغضب من ضمن الأشياء اللي بنخسر بيها أحب الناس لينا. لو أنا غضبت وفي صدرة الغضب ده، معظمنا ما بيقدرش يتحكم في أفعاله ولا في ألفاظه ولا في الكلمات اللي بتخرج منه. فلما بنغضب بندمر كل شيء، بخسر الشخص اللي قدامي، ممكن أقول كلمات تجرح اللي قدامي، ممكن أقول في وقت غضبي أشياء أندم عليها لما بفوق بتروح الكريزة أو بتروح النوبة بتاعة الغضب دي. طيب أنا عايزة أحافظ على بيتي، عايزة أحافظ على حياتي الزوجية. طبعا أنا شايفة إن معظمكم كتب إحنا عصبية النرفزة، كلام كتير كده إن الناس ما بتقدرش تتحكم في أعصابها. جماعة الغضب في طرق، وفي دلوقتي حتى دراسات كتيرة معمولة بحيث احنا ازاي نقدر نتعلم نتحكم ونعمل كنترول للغضب بتاعنا ده. ولو حابين ان شاء الله احنا ممكن ناخد محاضرة كاملة عن ازاي اتعامل مع نوبات الغضب بتاعتنا. مهما كنت انسان عصبي، مهما كنت انسان ما اقدرش اتحكم في اعصابي، ومهما كنت انسان زي ما بيقولوا كده نرفوز وعصبي، مهما كان طباعك، احنا ممكن ببساطة نتعلم مع بعض حاجة اسمها استراتيجيات التعامل مع الغضب. مهم قوي، الحين ما ان شاء الله ربنا يكرمنا، يا ريت ان شاء الله نعمل المحاضرة دي. مهم قوي اني اتعلم ازاي اظبط انفعالي. ظبطت انفعال حضرتك او حضرته، يا ريت اترك المكان اللي انت موجود فيه. هو طبعا احنا النبي عليه السلام علمنا حاجات اساسية للغضب، انت لو غضبت توضأ، اللي قاعد يقف اللي يقف يقعد. لكن احنا ساعتنا يعني ساعة الغضب بيبقى كل بني ادم فينا راكبه شيطان، سبحان الله، بيبقى عارف الكلام ده لكن وقت التنفيذ بيلاقي فيه صعوبة. ببساطة لو انت زوجك لقيتيه غضب وصار عليكي وبدأ ينفعل وبدأ يحصل ان انا كمان هرد عليه وهنبدأ ننفعل وهنبدأ نخبط في بعض، اتركي المكان، اترك المكان، ايكم اكثر قوة يترك المكان ويخرج، اترك الغرفة واطلع لثواني لحين بس ما تهدى صورة الغضب دي. لان زي ما قلنا كده احنا في وقت الغضب ممكن اتلفظ بالفاظ او اقول كلمات ارجع اندم عليها ندم شديد. بعض الاحيان انتوا عارفين ان في بيوت كتيرة بتخرب في لحظة غضب، يرمي يمين الطلاق في لحظة غضب، او تطلب الطلاق الزوج والزوج على طول موافقها في لحظة غضب، بتكون نتيجتها ان اسرة حالها اتهدمت، بيكون نتيجتها بيت بحياله اتخرب، اطفال اتشردوا للحظات غضب ان احنا ما قدرناش نتحكم فيها. ببساطه اي شيء مهما كان بدات حسيت نفسك بدايه الثوره بتاعت الغضب، حاول بقدر الامكان لا تغضب. دي نصيحه نبويه يعني اثبتت فعاليتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي موحى ما لها حل. لا تغضب دي، لان الغضب بيخسر ويدمر أشياء كتيرة في حياتنا. فبالله بقدر الإمكان، لأ ما أنا قصدي يتحرك من مكانه يا أخت أسماء، أنا مش قصدي يخرج بره البيت، لأن ما ينفع تسيبي زوجك يخرج وهو غضبان بره البيت. ما ينفع، ولا ينفع إن أنت تسيب زوجتك طبعًا تخرج وهي غضبانة يعني. المقصود إن أنت تتحركي من قدامه، يعني أنت لو مثلًا في غرفة المعيشة اتنقلي للمطبخ، اتنقلي لأي حتة تانية، لكن ما تفضلي موجودة في نفس المكان. ما مقصود ان انت تخرجي بره البيت خالص او هو يخرج بره البيت خالص، لا ما ينفع. اتحركي بس من المكان اللي فيه، يعني احنا عارفين بيبقى وقت الغضب او وقت النقاش الخلاف ده ببساطه الشيطان بيبقى موجود وبينفس زي ما قلنا كده ان هو عايز المشكله اللي حاصله ده توصل لابعد مدى ممكن يحصل، لاكثر هدف ممكن يحصل له. فاحنا بكل بساطه انا حسيت ان الوضع احتد والنقاش هيبدا يسخن، غيري المكان، اسحبي نفسك كده وقومي. لو الزوج عاقل وربنا يعني كرمك بزوج عاقل هو يتحرك، لان يعني بعض الاحيان بيبقى احنا اللي مجانين شويه، يعني الزوجات بيبقوا ما بيقدروش يأقلموا نفسهم حبه. لكن اللي عنده القدره على التحكم، ما هو احنا المفروض احنا الطرفين
شريكين في الحياة، يعني أنا مرة أشيل أنت مرة تشيل، مش على طول الخط هيبقى أنا يعني، فلازم هو يعني حبة من عندي حبة من عندك. ف يعني اللي عنده القدرة لحل المشكلة يسحب نفسه من المكان، مش يخرج، مش يسيب البيت ويسيب اللي قاعد بيغلي ده قاعد بيغلي، لا ما ينفع. وأنا أسيب زوجي ينزل وناس تانية تنزل تطبطب عليه، لا ما ينفعش، لأن ممكن هو غضبان ده يلاقي أي حد تاني يطبطب عليه بكلمتين يبقى أنت رحتي في خبر كان، لا ما بتركه يخرج بره البيت. تمام؟ طيب يبقى احنا اتفقنا على الغضب. النقطة اللي بعد كده، تالي فن تالي الغضب، ان او ان انا ما اغضبش، ازاي اعتذر؟ ازاي اعتذر؟ انا حتى يعني كتباها من فضلك او من فضلك اعتذري او اعتذر. يا جماعة الاعتذار من شيم الكرام، الاعتذار عمره ما بينقص من قيمة الشخص اللي بيعتذر. الاعتذار ده إن فن إن دل على شيء، هو يدل على مدى رقي الشخص اللي بيقوم بالاعتذار. الاعتذار يعني عشان خاطر احنا بس عندنا في مفهوم ان انا لو اعتذرت معناها اهانة ليا، ان انا اخطأت. يا جماعة الاعتذار زي ما بقوله كده من شيم الكرام، والمفروض ان الشخصية السوية فعلا هي الشخصية اللي عندها القدرة على الاعتراف بغلطها، وانها يكون عندها القدرة على الاعتذار. والاعتذار مش بس ان انا اقول كلمة اسف واطلع اجري، لا، انا لازم احسس اللي قدامي اولا باني فعلا اخطأت في حقه، واني فعلا بأسف اني ضايقته او سببت له شيء من الالم. واهم حاجة اني اقول كلمة اسف دي مش بس باللسان، ما يخرج من اللسان لا يتعدى الآذان. لازم أحس بمدى الخطأ بتاعي وأبدأ أعتذر بشكل يليق. يعني لازم أقول كلمة آسف وأنا باصص في وش اللي قدامي، مش متجاهله. وزي ما قلنا كده، الاعتذار سواء راجل أو ست، إيه المشكلة لو كل يوم يعتذر ويكرر نفس الخطأ؟ لا دي مشكلة. خلينا في الأسئلة هجاوبكم، هناخد وقت براحتكم بس عشان خاطر وقت المحاضرة. الاعتذار زي ما قلنا فن، اني مش اقول بس كلمة اسف، لكن الاعتذار بيتطلب مني الاول اني اعترف انا بخطئي، ان انا فعلا اخطأ في حق الشخص اللي قدامي ده. والاعتذار ده بيكسر الجسور بتاعة الجفاء. يعني لو قلنا ان الخصام والغضب بيمدوا جسور للجفاء والحقد والقسوة بين الزوجين، الاعتذار ده واحد من الحاجات اللي بتدوب الجسور دي، اني احس ان زوجي بيحترمني بيقدرني واعتذر لي، ما عندوش مشكلة ان هو يعتذر لو اخطأ. كمان انا يحس زوجي ان انا زوجتي رفعاني فوق دماغها من فوق وبتعتذر لي، عندها القدرة على انها تعتذر وعندها القدرة على انها تعترف بالخطأ. خلي بالكم ان ده هينشئ كمان جيل عنده فن الاعتذار. احنا مشكلتنا ان احنا بنكابر، وده من الحاجات اللي بتدمر حياتنا، المكابره حتى على الاخطاء، المكابره في الخطا. يعني انا ما بعتذرش، جوزي ما بيعتذرش، طب كيف ولادنا هيطلعوا عندهم مبدا وفن الاعتذار؟ هيجيبوه منين؟ هيتربى فيهم منين؟ لكن لو الولد اتربى على انه شايف والده لما بيغلط بيعتذر، ما فيها مشكله. لو الام بتغلط بتعتذر، ما فيها مشكله. يمكن احنا برضه من ضمن الثقافات اللي عندنا ان احنا حتى ما بنعتذرش لاولادنا، يعني احنا بنربي اولادنا على ان انا نفسي انا ما بغلطش، انا ماما انا وانا بابا انا ما بغلطش، لان دي من ضمن الحاجات اللي بتدمر سلوكياتنا. بالعكس، احنا المفروض حتى لو انا اخطات مع ابني في شيء انا بقوم بالاعتذار، معلش حبيبي انا اسفه. دي ما بتقللش من قيمتي او مش هتكسر صورتي اللي موجوده في دماغه. ونفس الحكايه، انا لما اجي اعتذر لزوجي دي حاجه مش بتقلل من قيمتي انا، مش حاجه بتخليني مثلا بتصغرني او تضعفني او هتخليه بقى خلاص يعيش الحياه عليا، لا. نفس الحكايه، يا ريت لو يبقى في اتفاق بينكم ان مثلا ان انا لو غلطت انا بعتذر، انت لو اخطأتي اعتذري. يبقى من ضمن الحاجات اللي واضحه، قواعد واضحه في حياتنا، ان اللي يغلط فينا يعتذر، يبقى عنده القدره على الاعتذار. يعني انا يعني في ناس من الناس اللي اعرفهم عاملين عمليه الاعتذار عمليه متبادله، يعني عاملين زي جدول كده في الخناقات اللي بينهم، بحيث النهارده المره دي في الخناقه دي هو اعتذر،
المره الجايه ايا كان مين الغلطان يبقى الدور عليها هي اللي تعتذر، عشان ما يحسوش بحته الحساسيه في حته الاعتذار. بس انا افضل بالعكس، لا انا احس بغلطي واعتذر، يعني دي اكبر عند الطرف الثاني، ان خلاص انا اخطات فعلا تحقق، انا اسف، انا ما عندي اي مشكله في الاعتذار. النقطه اللي بعد كده او القاعده اللي بعد كده، الاخ مصطفى بيقول الراجل المفروض يعتذر مرتين، ده على اساس ان للراجل مثل حظ الانثيين يعني ولا ايه؟ والله يا ريت كل الرجال يبقى عندهم نفس المبدأ، يعني احنا ما عندناش اعتراض. طيب لحد كده في جزء مش مفهوم او في حاجه؟ طيب النقطه اللي بعد كده هنتكلم عن اظهار المشاعر. يمكن النقطه دي كتير منا بيغفل عنها، وخصوصا الناس المتزوجين، انا ما بتكلمش على الناس المخطوبين او اللي لسه هيتخطبوا، مالناش دعوه بيهم، انا بتكلم دلوقتي اكتر عن الناس المتزوجين. معظمنا بياخد ان الزواج بمجرد ما خلاص الحمد لله ربنا اكرمنا وتم عقد القران ودخلنا وسكننا في بيت واحد واتقفل علينا باب واحد، فخلاص الحمد لله انت متاكد ان انا بحبك وانت متاكده ان انا بحبك، لا داعي للكلام. يمكن دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الواحد ينسى ان في حاجه اسمها مشاعر. بالعكس، يعني احنا المفروض مشاعرنا نعيشها في الحلال. يعني لما تبقى زوجتك وخلاص هي حلاله وانت زوجها وحلالها، اولى الناس بالمشاعر. يعني كلمه الحب لو انا ما قلتلهاش لي، يعني ما قلتهاش لزوجي هقولها لمين؟ ولو كلمه الحب زوجك ما قالها لكيش هتسمعيها من مين؟ اسمعها من مين؟ مين المفروض يكون عنده، يعني مين اللي يقول لي احبك لو زوجي ما قالها ليش؟ مين يقول لي ان هو مهتم بيا لو زوجي ما قالها ليش؟ مين يقول لي انت شمسي وقمري وظلي لو انا زوجتي ما قالتها ليش؟ لو انا ما سمعتش الكلام الحلو من زوجتي، ما سمعتش مشاعرها اللي جواها. ما في ناس كتير قوي بيبقى عندها مشاعر مدفونه وبتستحي انها تخرجها. لا ما هو خلاص، لا ما احنا متجوزين، ما ينفعش. يعني ايه اتجوزتوا؟ يعني اتقفل الحب اللي بينكم؟ اتجوزتوا يعني خلاص الحمد لله كانت كلمتين بيتقالوا خلال فتره الخطوبه وفتره بدايه الارتباط وبعد كده خلاص ربنا قفل عليكم انتوا الاثنين خلاص ما فيش؟ لا بالعكس، احنا المفروض كل ما بيكون في ارتباط بيننا وحياتنا الزوجيه مستمره، عشان تستمر لازم اظهر مشاعري لزوجي، لازم اعرفه من وقت للتاني انا لازلت احبك، انا يعني بالعكس انا حبي ليك زاد. في الاول انا كنت بحبك وانت غريب عني، لكن انت دلوقتي اصبحت زوجي حلالي، فاظهر له مشاعري بكافه الاحوال بكافه الاشياء. الزوج بيبقى منتظر كلمه بحبك من زوجته، منتظر انها تدلله، منتظر ان هو يحس انها مهتمه بيه، بيحس انها يعني هو لسه مربوط فيه. ونفس الحكايه الزوج، مش عشان انا اتجوزت وخلفت وخلاص بقى عندي عيال والعيال كبروا ما شاء الله بقوا في العشرينات وبقوا في الجامعات انا ما استحقش كلمه حب منك. بالعكس، احنا بنبقى محتاجين الحب كل ما فترات الزواج بتقول، كل ما انا محتاجه اكتر واكتر ان زوجي يظهر مشاعره، كل ما الزوج محتاج ان زوجته تهتم بيه. مش معنى ان احنا تزوجنا وجبنا اطفال خلاص انا ما بهتمش لا بلبسه ولا بشكله ولا بلبس ايه ولا حط برفان شكله ايه، ماليش فيه. لا بالعكس، ابسط الحاجات اللي بتحيي الحب بين الزوجين وزي ما بيقولوا كده بتديله جرعه من النشاط او من الشحن الفوري، كلمه الحب، اظهار المحبه، اظهار ان هو قد ايه خايف عليكي، اظهار ان انت قد ايه مهتمه بيه. كلمة بسيطة، لو صحي من النوم كده لقى الفطار متحضر له ومعاه كارت مثلا صغير بحبك. انت جات وقت الغداء وهي بتحضر الغداء لقيتك قمت ساعدتها في تحضير الغداء وسمعتها كلمتين وانت معاها في المطبخ. شيء جميل، شيء بيغذي المشاعر. يا جماعة المشاعر بتاعتنا محتاجة انها من وقت للتاني كده نعمل لها ريفريشمنت، محتاجة من وقت للتاني كده نصحصحها، والا هتخمل وتنام وتموت بعد شوية. لازم نرويها، لازم من وقت للتاني كده نظهر المشاعر، لازم نعرف الطرف التاني، والله انا باقي عليك، والله انا لو الدنيا يتعاد الزمن تاني انا هختارك انت مره تانيه. الكلام ده كله مره مهم، الكلام ده يعني حقيقي بيفرق
في مشاعر الخطيب، لان ببساطه هي هتفضل تحس ان انت هي لا زالت الورده الجميله اللي انت اول يوم شفتها وطلقتها فيه، وهو هيفضل حاسس ان هو الشاب الوسيم اللي جه اول مره خبط على بابك فيه. دي حاجات بتنمي الحب، بتنمي المشاعر اللي بيننا، وفي نفس الوقت تفضل محافظه على الحياه الزوجيه الذهبيه اللي احنا نتمناها. النقطه اللي بعد كده يمكن دي احنا مش هنتكلم فيها بالتفصيل قوي، يمكن انا دي ان شاء الله الاخوات الفاضلات ممكن نعمل لهم محاضره خاصه تبقى مطوله شويه بالنسبه للموضوع ده، لكن احنا هنتكلم دلوقتي عنها باختصار. العلاقات الحميمه. العلاقات الحميمه يا جماعه يعني احنا للاسف في مجتمعنا الشرقي شويه في حاجات بنغفل عنها. يمكن ده واجب اي ام تجاه بنتها، واجب اي اب تجاه ابنه، ان في حاجات في العلاقات الحميمه لازم يبقى عارفها قبل ما يتزوج. حتى النبي عليه الصلاه والسلام يعني ما ساب لناش الاشياء اللي زي كده بدون جهل، بل ساب لنا عن امنا عائشه تعليمات للعلاقات اللي بتتم بين الزوجين. مهم قوي في العلاقات الحميمه ان ما يكونش فيها روتين، والا هنصاب بالملل. ما تكونش العلاقات الحميمه ليها مكان ثابت. مهم قوي التنويع، التغيير، اني يعني لازم بقدر الامكان اني انوع، اكسر الملل في الحياه الزوجيه بتاعتنا. ما يكونش روتين واحد، هي واحد اثنين ثلاثه اربعه، ما يكونش ليها يوم ثابت. يعني ما يكونش في عندي يوم هو اليوم ده بتاع العلاقات الحميميه، غيره لا، ما ينفعش. العلاقات الحميميه دي رغبات انسانيه ممكن ما تبقاش مرتبطه باوقات. هي فعلا هي مش مرتبطه باوقات، هي حسب الاحوال النفسيه، حسب الاحوال المزاجيه، حسب الحاله النفسيه. فالعلاقات الحميمه دي في ليها اداب، ليها خصوصيه، ليها طرق نجدد بيها العلاقات الحميميه اللي تربط بين الزوجين. نفس الحكايه الرومانسيات. الرومانسيات بالنسبة للزوج والزوجة مهمة جدا. يعني مهما كان احنا عندنا ولاد وعندنا اطفال، او الزوجين اللي متزوجين وربنا لسه ما رزقهمش باطفال، العشاء الرومانسي يا جماعة، يعني معلش سامحوني احنا كده هنقلب شوية على المسلسلات التركي، بس يا ريت نتعلم منهم ولو حاجة بسيطة في حتة الرومانسيات دي، ان انا ممكن احضر عشاء لزوجي هو نفس العشاء بنفس الامكانيات اللي احنا عاملينها في البيت، مش هنكلفك حاجه، بس نولع معاه شمعتين، نحط جنبه اكل كويس، تتوضى بالسفره بشكل كويس، الغرفه بتاعت النوم بتاعتنا لو فيها اضاءه ممكن نحاول ان احنا نلعب في الاضاءه شويه بحيث انها تبقى ملونه هاديه خافته. قبل ما يجي الزوج مثلا نعطر الغرفه بعطر معين هو حبه. التزين من الاثنين، من الزوج ومن الزوجه، مش الزوجه بس، مش المفروض ان الزوجه بس هي اللي عليها انها تهندم نفسها وتظبط حالها في انتظار الزوج. نفس الحكايه انت كمان مسؤوليتك ان انت تهندم ناس تهندم حالك وتظبط نفسك، بحيث برضو ان يعني خليك قدامها مش مهند، بس على الاقل يعني املى حالها زي ما هي بتحاول انها تملى عينك وتظبط نفسها عشان خاطر تديك. انت كمان واجب عليا اني ما اشمش منك غير كل ريح طيب، ما اشوفش يعني ما اشوفكش غير متصرح ومتظبط حالك ومروق نفسك، ده شيء مهم. العلاقات الحميميه كمان مهم فيها الكلمات الطيبه الرومانسيه، الحاجات الحاجات الطيبه اللي ممكن تحصل بين الزوجين، زي ما قلنا ممكن كمان حتى الالعاب. يعني في بعض دلوقتي الاخوه اللبنانيين والسوريين لو دخلتوا على اي منتدى من المنتديات بتاعت الاسواق بتاعت النت هتلاقوا ان في حاجات للالعاب الزوجيه. لو انت يعني اقتصدت من مصروف البيت حضرتك وحضرتك وقدرتوا تجيبوا لعبه زي الالعاب الزوجيه دي وحاولتوا ان انتوا تكسروا بيها الملل بتاع العلاقات الحميمه، مره الاوضاع هتفرق، مره شكل الحياه هيتغير، هيبقى في كسر للروتين، كسر الملل، وده اللي احنا بنطلبه عشان ما يحصلش ملل
من الحياة الزوجية. النقطة اللي بعد كده إيجاد الأشياء المشتركة، أو ابحث عن الشيء المشترك. لازم كل واحد فينا كده يمسك شريك حياته زي ما قلنا كده، يذاكره، يفصصه، يفكفكه كده، ويشوف ايه الحاجات المشتركه اللي بينهم. لو ما فيش شيء مشترك بيننا خالص، نوجد شيء مشترك، نطلع شيء، نزرع شيء مشترك. لكن اني اقول ان ما انا خلاص اكتفيت بان ما فيش حاجه مشتركه بيني وبينه، لا، ما ينفعش. لو زوجي بيحب الكوره، اتعلمي الكوره، شوفي ايه الكوره دي بتتلعب ازاي ومين بيلعبها، وحاولي تشوفي الفرق اللي هو مهتم بيها واهتمي بيها. لو زوجتك بتحب معلش المسلسلات الهنديه ولا التركيه، حاول، ها معلش، تعالى على نفسك ان شاء الله 10 دقائق اقعد معاها واتكلم معاها فيه. اوجد كتاب مشترك بينكم، شوفوا انتوا الاثنين بتحبوا تقروا مين. اوجد درس لشيخ مثلا معين، حد مثلا زي مشايخنا الافاضل الشيخ محمد حسان، اقعدوا كده انتوا الاثنين كده اسمعوا مع بعض درس، بس شيء مشترك ما بينكم اتكلموا فيه بعد ما يخلص الدرس. ما بلاش يخلص التلفزيون ومطفين التلفزيون وكل واحد فينا اتجه لمكان، لا، ناخد 5 دقائق كده بعد الحلقه، والله شفتي اتكلم في ايه، والله الموضوع ده عجبني، لا ده ما عجبنيش، دي النقطه دي ليا راي فيها. اسمع وخد ودي معاها في الكلام، يعني اسمعها وهي كمان اسمعي. حاولوا توجدوا اشياء مشتركه بينكم، لعبه معينه اتعلموها انتوا الاثنين عشان خاطر تبقى شيء مشترك ما بينكم. دلنا حسنا على الشوره، الشوره دي جايه مش من فراغ، الشوره ان انت تشاور زوجتك، شاوري زوجك ان شاء الله يا ربي، شاوريه هلبس دلوقتي العبايه الفلانيه عليها الطرحه الفلانيه، شكلها حلو تمشي ولا ما ينفعش؟ انت بتلبس والله البدله دي تمشي مع الجرافطه دي ولا اغيرها حبيبتي؟ لا والله ما تنفعش، حط البرفان ده، شيل. حاولوا في ابسط الامور ولو ابسط الامور اشتركوا فيها، حته ان احنا بنتشارك وبنتشاور وبنتكلم وفي حديث بينا مشترك، في اشياء بينا مربوطه زي ما كنا كده اول شريحه لو تفتكروا، يعني عشان ما تكونوش نسيتوا، بس الصله بالله والطاعات المشتركه شيء مشترك. كل ما بيكون في بين الزوج والزوجه شيء مشترك، كل ما بيكون في تفاهم بينهم اكتر، التفاهم يزيد، كل ما بيكون الاشياء المشتركه بينا تزيد. اعمال فنيه ممكن، لو هو بيرسم بيحب الرسم، حبي الرسم عشان خاطره واحتسبيها، يعني خدي اجرك بيها لله. نفس الحكايه لو انت هي بتحب شيء معين، حاول تحبه واحتسب اجره عند ربنا سبحانه وتعالى، اذا كان يعني ربنا بيحاسبك على ان انت لو بتطعمها بفمها صدقه، فما بالك انت كمان لو عملت شيء عشان خاطر ترضي زوجتك، يعني دخل في نفسها السرور، خدها من باب ادخال السرور على قلب مسلم، انت كمان خديها بنية طاعه الزوج. يعني في اشياء ممكن تبقى مشتركه بينا احنا نزرعها بحيث ان التفاهم بينا، الود، القرب يزيد. النقطة اللي بعد كده الكلمة الطيبة. بداية هنقول ان بداية هنقول ان الكلمة الطيبة صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام حسينا على ان الكلمة الطيبة اللي بيننا وبين باقي افراد المجتمع تكون كلمة طيبة. الكلمة الطيبة بتفتح الابواب، بتفتح القلوب، حتى القلوب المقفلة الكلمة الطيبة تفتحها. والكلمة الجارحة او الكلمة اللي تقال زي ما قلنا كده في وقت الغضب بتقفل كل الابواب المفتوحه، تقفل كل القلوب اللي ممكن تسمعها. الكلمه الطيبه المقصود بيها هنا بين الزوجين ان احنا ننتقي ارقى الكلمات في التعبير عن الحب والمشاعر للطرف الاخر. ما بكتفيش بس ان انا ازين الهدايا بتاعتي، لا، المفروض كمان ازين كلماتي. يعني اطبق على الطرف الثاني بالكلمات الطيبه.
يعني مثال مثلا الكلمة الطيبة في أول النهار، لو الزوج تبسم في وجه زوجته الصبح أو الزوجة تبسم في وجه الصبح صبح وقالت له كلمة طيبة، ليها أثر في نفسيته. لو الكلمة الطيبة في تقديم وقت الدخول من البيت، وقت دخول الزوج قابلته أو استقبلته بكلمة طيبة، لو الزوج استقبل زوجته بكلمة طيبة، يعني مثلا لو قالت له مثلا وهو خارج من باب البيت هفتقدك، دي هتسيب في نفسه أثر. نفس الحكاية لو هو في البيت برضه خارج من البيت وقال لها هفتقدك، لو قالت له حتى عند الغضب، لو نقينا كلمات طيبة ممكن نقولها عند الغضب، ممكن الله يسامحك، سامحك الله، غفر الله لك، هداك الله. لو كلمة طيبة عند السفر، كلمة طيبة عند المرض، الكلمة الطيبة أبوابها مفتوحة كتيرة. بالكلمة الطيبة ممكن أكسب قلوب الناس، فما بالك بقلب زوجك أو قلب زوجتك. بالكلمة الطيبة ببساطة هقدر أتواصل مع الناس اللي حواليا، أقدر أتواصل وأوصل لهم الحاجات اللي أنا بحبها أو الأشياء اللي أنا ما بحبهاش. الكلمة الطيبة أقدر أوصل بيها اللي أنا المشاعر اللي جواك وأكتر. بالكلمة الطيبة تخلي اللي قدامك يسمعك، بالكلمة الطيبة تخلي اللي قدامك يستجيب ليك، حتى لو ليك مطلب، لو بدأت بكلمة طيبة هيستجاب والبني آدم هينفذه وهو راضي. يعني مثلا لو أنت بتطلب من زوجتك مية وقلت لها مثلا ربنا يكرمك حبيبتي هاتي لي مية، زي مثلا ما تقول لها أنا عايزة أشرب قومي هاتي لي مية، هتفرق. كلمة طيبة هتقوم وهي راضية، تقول لك بالألف هنا وشفا، اتفضل، وهيبقى على عينيها ومبسوطة. هي مين اللي تجيب لك كوباية المية تقول لك مستني الهاري؟ لأن ليه؟ الأسلوب نفسه فرق. كلمة فرقت وخليتها تقوم وهي راضية، وكلمة بنفس الوقت خليتها تقوم وهي غضبانة. فالكلمة الطيبة تفتح الأبواب المقفولة. نفس الحكاية لو أنت عايزة من زوج شيء معين وبدأت كلامك بكلمة طيبة، هيكون مردوده عليه كويس قوي. لما يجي خارج مثلا مش هتلاقينا معاك مش عارف ايه وانت جاي، الله يبارك لك يا حبيبي، ربنا يكرمك، لا ما تنساش وانت جاي بس هتلاقينا معاك خبز مثلا، قد ايه هتفرق معاه وهتفرق في نفسيته. فالكلمة الطيبة زي ما قلنا كده تذكروا انها صدقة، تصدقوا بيها على ازواجكم وعلى شركائكم في الحياة. النقطة اللي بعد كده، كن مستمع جيد. يعني ايه كن مستمع جيد؟ طيب انا سألتكم يا جماعة، انا قلت وقت الصلاة يا ريت تقولوا لنا. طيب خلاص ناخد بريك دلوقتي ويبقى فاضل لنا نقطتين بس نكملهم بعد الصلاة إن شاء الله. ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. لا هنصلي الأول إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله من جميع الصلاة يا جماعة. نكمل. طيب احنا كنا وصلنا لحد القاعدة رقم 18، وكنا هنبدأ فيها اللي هي كن مستمع جيد. طبعا المقصود هنا بالاستماع، انتوا عارفين ان في نوعين من الاستماع، في حاجة اسمها سمع وفي حاجة اسمها انصات. الإنصات هو إني أستمع بدقة. الإنصات عملية بتحتاج مننا إن إحنا نشغل فيها دماغنا. السمع سمع تلقائي، يعني حضرتك وأنت نايم هيكونت نايمة ممكن تسمعي خط الباب، ممكن تسمعي التليفون بيرن، لكن ما بتحتاجي عملية أو مجهود ذهني إن أنت تقوم بيه. إحنا هنا عايزين نكون مستمع ومنصت جيد للشريك أو للطرف التاني. أستمع وأكون منصت في كل كلمة بتتقال. الاستماع والإنصات هنا
ان لو زوجك مثلا او زوجتك جت تتكلم معاك في موضوع وهي شايفه ان الموضوع ده مهم، حتى لو حضرتك مش شايفه ان هو على الاهميه الكبرى، لكن مثلا انت بتتفرج على التلفاز مثلا او في ايدك صحيفه بتقرا فيها، ببساطه من اداب الانصات والاستماع ليها ان الصحيفه دي تطويها وتركنها على جنب، ان التلفزيون ده يتوقف او نغير القناه او نطفيه تماما لحين ما تنتهي. نفس الحكايه لو انت زوجك مثلا جاي بيتكلم معاكي وانت في ايدك مثلا تليفون، بتقومي باي اعمال من الاعمال المنزليه، وهو جاي بيتكلم معاكي في موضوع وهو حاسس ان الموضوع ده بالنسبه له موضوع مهم، عايز يتكلم، عايز حد يسمعه، عايز حد يشاركه في الموضوع ده، يبقى ببساطه بسيب كل اللي في ايدي، بسيب كل اللي بعمله واكون له مستمعه من صفه جيده. الاستماع اني اركز معاك انت بتقول ايه، في تعبير وجه لازم اني اكون بكل اللغه، يعني احنا عارفين في حاجه اسمها لغه الجسد، ان لغه الجسد دي اكون ملتفته للبني ادم اللي بيتكلم معايا، عيني في عيني، في تواصل بصري بيني وبينه، اني احسسه ان انا بهتم باللي هو بيقوله، ان مش مجرد ان انا بسمع كلام من الناحيه دي بيطلع من الناحيه الثانيه، لا لازم يكون في تواصل، في اتصال، لازم زي ما قلنا كده انا احترم الشخص اللي قدامي اللي بيبقى بيتكلم وانا مثلا بلعب في ظهري او بعمل اي حاجه تشد انتباهي بعيد عنه، اني اكون متجاوبه معاه وهو بيتكلم، انا باخد برد معاه ايفن حتى لو بايماءات للوجه، لو بتعبير الوجه بتاعك، لو بايماءات للراس. المفروض كمان من اداب الاستماع والانصات الجيد اني ما اقطعوش هو بيتكلم، لازم اكون انا بسمع بنصت، ما مش اجي مثلا حتى ولو شيء حكيهولك قبل كده او حاجه انت عارفاها او عارفه نهايتها، ما تجيش نطي زي ما بيقولوا كده تنط في بقه وتتكلم انت مكانه، لا اسمع، سيبه يخلص كل الكلام اللي عنده وما تقطعوش الا للضروره، يعني ما بقطعش حديث اللي قدامي الا للضروره، ولما بقاطع حتى المقاطعه بتكون برفق، مش بخش في الحوار لا لا انا عارفه الموضوع ده ده محكي لي قبل كده، لا في اداب، حتى لو انت عارفه زي ما قلنا كده اصبري يا حبيبي خلاص كلامه كله، والله انا كنت سامعه الموضوع ده قبل كده. حتى لو الامر تافه، يعني مثلا انا سبت اللي في ايدي واكتشفت ان الشيء اللي بتكلمني فيه زوجتي موضوع مره تافه يعني. بس هو هنا الانصات او الاستماع مش للموضوع قد ما هو نوع من انواع التعبير عن الاهتمام بالشخصيه اللي قدامك. ان انت مهتم بالانسان ده، انت مهتم بالكلام اللي بيقوله حتى لو كلام تافه. كمان انا عندي من وسائل الانصات زي ما قلنا كده اني اهتم بالكلام اللي بيقوله، اني اشاركه في الكلام، اتجاوب معاه، مش بس اني بسمع زي ما يكون نشره اخبار جنبي بتتقال وانا مجرد ان انا بهز دماغي والموضوع كده بالنسبه لي منتهي، لا لازم يبقى فيه تجاوب. وبعدين لو انا ما كنتش زي ما بيقولوا كده الصدر الحنين اللي زوجك يجي يفضي الكلام اللي موجود عنده فيه، هيلجا لحد تاني يسمعه، يعني انا لو ما لقيتش حد يسمعني في بيتنا هخرج لحد تاني يسمعني في مكان تاني، ما نرجعش النوم. نفس الحكايه يعني الزوجة، انا زوجي مش قادر يسمعني ومش قادر يحل لي مشاكلي، ما تزعلش بقى لو لجأت لصاحبه ليها، ما تزعلش لو لجأت لحد من اهلها يبقى اقرب لها منك، يبقى انت ما تجيش تلوم حد غير حالك، انت اللي اهملت اهتماماتها واهملت الانصات اليها، عشان كده هي بدات تلجا لحد تاني يسمعها. نفس الحكايه زوجي لو انا ما سمعتوش وما فرغش كل الطاقات زي ما قلنا كده عنده، هيدور على حد يسمعه، هيدور على حد يتجاوب معاه، على حد يشاركه. يبقى هنرجع تاني لنقطه المشاركه، يبقى الاستماع ده من ضمن الحاجات اللي تكون مشتركه بيننا وبين بعض. النقطه او القاعده اللي بعد كده هي قاعده مهمه قوي بصراحه، يمكن احنا مخلينها في الاواخر عشان انا عايزاكم تركزوا معايا فيها. حضرتكم شايفين الصوره اللي قدامكم، ممكن بس كده بكلمه واحده الصوره دي بتعبر لكم عن ايه؟ العزله، الانطواء، ايش كمان ده العزله والانطواء؟ الوحدة. ملل زوجي. استقلال؟ لا صعب شوية يا أستاذة رشا إن هو يبقى استقلال،
هذا ما استقلال، ده برطمان مقفول أو علبة مقفولة، ما هو استقلال. التعب، عدم الثقة، هروب، وحدة، جميل، فتور. طيب نقدر نقول إن الشخص اللي موجود داخل البرطمان ده زي ما أنت قلت كده إنسان بيهرب من مشكلة معينة، هربان من شيء معين، خلاص، وإن الشيء المعين ده انغلاق على النفس. جميل جميل. إن الشيء المعين اللي أنا بهرب منه، شايفين هو قاعد حاطط إيده إزاي على دماغه، إن هو بيفكر، هي هنا القاعدة إنك لا تكثر الأخطاء ولا تضخم. دلوقتي في بعض الناس لما بيحصل عندهم مشكلة معينة أو خلاف معين بينه وبين الشريك التاني، بياخد جنب لحاله كده، بينطوي فيه ويقفل على نفسه، بيقعد مع نفسه ويبدأ يسترجع بقى، يفتكر بقى، يعيد. بس لما بيجي بيعيد الشريط بتاع الذكريات، ما بيفتكرش غير الأشياء السيئة، الأخطاء اللي تمت في حقه، ويبدأ يتعايش معها ويعيد الألم بتاعها كأنها بتحصل له الآن. ودي كارثة، لأن البساطة دي بتدمر حياتنا الزوجية تماما تماما. احنا ما هنشوف، احنا فاكرين لما كنا من شوية كنا قلنا في قاعدة بتقول اذكر المحاسن، وقلتوا ان انتوا عندكم بساطة ان احنا فينا بنذكر المحاسن. في الوقت ده انت مش هتذكر محاسن، الوقت ده انت انغلقت على نفسك وقفلت على نفسك وحاولت تهرب من المشكله، وبدات كل اللي تعمله ان انت تعيد شريط الذكريات المؤلم عشان ترجع وتتأنب نفسك، وبتحاول تعاقب نفسك على المشكله دي. ما هو هنا الفكره كلها ان الاخطاء ديت لو انا وجهتها لحد معين، يعني انا دلوقتي لو خليت التفكير ده ان الشخص اللي قدامنا في الزجاجه ده قاعد يعيد اخطاء زوجته، تخيلوا ان هو لما هيخرج من الغرفه دي او من المكان اللي هو حابس نفسه فيه ده، هتبقى قد ايه هو مشحون بطاقه سلبيه للشريك التاني ده، قد ايه هو مشحون بطاقه ليها اضرار على الطرف التاني. انا خارج، الطرف التاني بالنسبه لي ده كانه شيطان من عنده انياب. ليه؟ انا شفت كل الحاجات السوداء اللي عشتها معاه من يوم ما عرفته لحد النهارده. الاستاذه سلمى بتقول انها بتعمل الموضوع ده مع نفسها، حتى لو مع نفسي، يعني حتى لو انا قاعده بكرر الاخطاء بتاعتي، انا كل اللي هكتسبه بعد الجلسه اللي انا قعدتها مع نفسي دي حاجه واحده بس، ان انا هطلع ناقم على نفسي، ان انا هطلع مشحون بطاقه سلبيه تمنعني عن النجاح، تمنعك عن ان انت تأدي اي شيء حلو. هتصيبك بحاله نفسيه، يا ابسط حاجه انها هتكتئبي، صح؟ يعني انا لما اقعد اكتر مشاكلي واخطائي انا والحاجات اللي انا غلطت فيها، مش عشان اتعلم منها ومش عشان ان انا اغيرها، لا، انا بقعد بس افتكرها واقعد اقول اه حصل وحصل 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 وحصل، ده اللي هطلع منه، هطلع ان انا نفسيتي تعبانه، هطلع كره الدنيا، هطلع نقمه على اللي حواليا، هطلع حاسه احساس رهيب بالفشل، وده كله ضدك، ما هو حاجه لمصلحتك استاذه سلمى. يعني انا عشان احنا بنقول دايما البني ادم بيحاول يجذب لنفسه الاشياء الكويسه عشان يقدر يتعامل مع الدنيا بشكل كويس، يبقى عنده امل في بكره، يقدر يصلح، يقدر يبقى عنده طاقه ايجابيه. لكن انت كده بتشحني نفسك بشحن سلبي، ما هو شحن ايجابي. ده بالنسبة لنفسنا، لكن احنا لو بنتكلم دلوقتي على شريك الحياة هيبقى وضع مختلف تماما. الوضع ان انا هطلع انا شريك حياتي ده زي ما قلت لك كده كانه متصور قدامي، كانه شيطان بانياب. ليه؟ لان انا ما شفتش من عنده حاجة حلوة، انا كل اللي شايفاه مشاكل انا عشتها معاه، انا اتحملته قد كده، انا عملت كده، انا عملت كده، وهو عمل كده، واليوم الفلاني عمل كده، والاقي ان الحاجات اللي كانت بسيطة وممكن كنت اعديها زي ما بيقولوا كده بنكبر دماغنا عنها، بدأت تكبر، بدأت تتضخم حاجة على حاجة على حاجة، لقيت لا، طب انا ايه، انا ليه خليني استحمل الحياة دي كلها؟ ما بالك بقى لو الزوجين بنفس المنظر، على الله كده بيتهم مهدود مهدود، لان لا ده هيقدر يسامح ولا هيكون عنده طاقة ايجابية انه حتى يتحمل
الطرف التاني ولا ده عنده نفس الطاقة ان هو يتحمل الطرف التاني. الاثنين مش شايفين من بعضهم غير العيوب، واحنا قلنا ان مفيش بني ادم خالي من العيوب ومفيش بني ادم خالي من المميزات. زي ما فينا حاجات حلوة كتيرة، فينا حاجات برضو فيها سيئات، فينا عيوب، محدش فينا له الكمال، الكمال لله وحده. تمام؟ فاحنا مهم قوي اني ما اقعدش مع نفسي لما تحصل اي مشكله بين زوجين، ما اقعدش مع نفسي اخد جنب كده واقعد ده اليوم الفلاني قال لي كذا واليوم العلاني قال لي كذا، وانا لما عملت كان عمل معايا مش عارف ايه، وهو برضو نفس الحكايه، ده اليوم ده اهانتني مش عارف فين، واليوم ده اتصرفت معايا تصرف ما يليقش، وافضل اشحن في نفسي بطاقات سلبيه عن طريق ان انا بس افتكرت قعدت كده زي الجمل ما بيكتر كده الغذاء بتاعه في الصحراء. احنا برضو بنكتر الذكريات المؤلمه اللي تزعلنا واللي تحزننا واللي تشحننا بطاقات زي ما قلنا كده سلبيه تخلينا ما نقدرش حتى نواصل حياتنا. في حين لو عكسنا الامر يا جماعه، في حين ان احنا لو عكسنا الامر، لو انا بدل ما قعدت اكتر الاشياء السيئه دي قعدت اقول المحاسن بتاعت الزوج او بتاعت الطرف الثاني او بتاعت الشريك الثاني، قعدت بدل ما انا اكتر المحاسن، بدل ما اكتر الاخطاء ابدا اقول المحاسن، ابدا اقول لا والله معلش يمكن النهارده هو كان عصبي، او جد للعذر، التمس لاخيك عذرا من 70 عذر، احاول اوجد له النهارده والله لا ده هو النهارده كان جاي عصبي، ده هو جاي تعبان من الشغل وانا اللي غلطت برضه، يعني انا اللي دخلت دخله ما هي مظبوطه. ما احنا في بعض الاحيان يعني في بعض نوع من النساء بتستنى بس ان زوجها يخش بس يحط زي ما بيقولوا كده المفتاح في الكالون، يفتح بس باب الشقه وتلاقيها بدات عليه بسيل رهيب من المشاكل، حصل وحصل واولادك عملوا واولادك سووا، اختك قالت لي في التليفون، ومامتك عملت وخالتك قالت وجدتك وهكذا. صح؟ ده انت منتظره منه واحد راجع من العمل مش مستحمل حاله، الدنيا عنده يعني مشحون بزحمه المواصلات و و و وانت استقبلتيه، بدل ما بنقول كده استقبليه بابتسامه طيبه وبكلمه طيبه وبشيء كويس، بداتي تستقبليه بكميه بوصله المشاكل دي. ايه اللي هيلومك منها؟ هيلومك رده فعل ما هتعجبك، يعني انت اللي هيطولك منها رده فعل مش هتعجبك، لانه ممكن يبص لك وما يردش عليكي، ممكن يرد عليكي رد يزعلك، ممكن يكون هو مخنوق خلقه فيقول لك مش ناقصاك انت كمان. طيب انا ليه احط نفسي في موقف زي كده؟ ليه اخلق انا مشكله من لا مشكله؟ في حين ان انت لو انتظرتي لحد ما اتغدى وارتاح وقعد وخد راحته في بيته وبدات احكي له اسند له الاشياء المهمه، الاشياء اللي بالنسبه لك انت مزعجه، وبداتي تحكيها له، هيكون عنده القدره والصبر على انه حتى يسمعك. يعني احنا طلبنا ان احنا نكون مستمع جيد، بس مستمع جيد امتى؟ ما هو انا ما اجيش برضه في الاوقات مثلا تبقى الزوجه مشغوله وبتعمل 100 مليون حاجه وانت بتيجي تقف مثلا على زي ما بيقولوا كده على دماغها وتبغى بتعوز شيء معين ومن مطلوب منها انها تسيب كل اللي في ايديها وتعمله، فبرضه او انها تسمع، برضه هنا الاستماع هنا برضه ما هيكون استماع جيد، لان هي في دماغها مليون حاجه شغلاها. يبقى لازم انا برضو بختار، يعني احنا بنقول احنا نكون مستمع جيد بس الطرف الثاني برضو يكون عنده حسن الاختيار والتوقيت. يبقى زي ما قلنا ان المهم عندي ان احنا ما بنكبرش الاخطاء، بل بالعكس يا ريت نكبر المحاسن، يا ريت كده زي ما قلنا نذكر المحاسن باستمرار، اعرف المميزات اللي عندي في شريك حياتي الثاني ده ايه هي، وابدا كده زي ما نقول حط الميكروسكوب عليها وكبريها او كبرها باكبر حجم، بحيث ان لما بتحصل مشكله ببدا بقدر الامكان يعني اتغاضى عنها، يبقى في عنده مساحه من السماحه والعفو موجوده عندنا. نيجي لاخر قاعده ان شاء الله، وهي الهوليدايز او يوم العطله. والمقصود هنا من ضمن الحاجات اللي الشعب العربي عامة مش الشعب المصري بس بيغفل عنها هو يوم العطلة، المرح، الترفيه. يمكن بره هم بيميزوا عنا بالشيء ده ان هم عاملين يوم للاجازه، والاجازه ما بيقضوهاش
جوه بيوتهم. يعني لازم بيبقى يوم العطلة ده بيبقى يوم للخروج، لازم يكون بره. هنا أنا المقصود بيوم العطلة إن لازم العطلة دي تبقى من ضمن البلان بتاعتك، من ضمن البلان بتاعت حضرتك، من ضمن الخطة اللي إحنا عايشين عليها نرتب لها. إن شاء الله يا ربي يوم في الشهر أضعف الإيمان، إحنا بنقولش مثلا يوم كل أسبوع، لكن على الأقل هنقول يوم في الشهر، يوم كل 15 يوم، كل واحد على حسب إمكانياته، ومش شرط تبقى العطلة بإمكانيات مادية عالية. يعني كل واحد على حسب إمكانياته. نفكر نقضي يوم بعيد عن ضغط البيت وعن ضغط المشاكل، ويا ريت برضه يعني الزوج أو الزوجة بتم خارجين بلاش ناخد معانا في الشنط اللي إحنا بنحضرها المشاكل اللي موجودة معايا في البيت، يعني بلاش تحضر الشنطة وتحط معاها كام مشكلة كده ننكد على الناس اللي طالعين معانا. نطلع بحر قريب، نهر، حديقة، متحف، ويا ريت يبقى يوم لينا ويوم للولاد. يعني مهم قوي اني ما اخدش زوجتي اكل حقها مع يوم الولاد. يعني احنا بنعمل عطله للولاد، باخد ولادي وباخد مراتي وكل الناس اللي بحبهم ونطلع نقضي يوم جميل مع بعض، لكن انا من حقي كزوجه يبقى ليا يوم انا وانت لحالنا، وانت كزوج من حقك عليا ان احنا نقضي يوم انا وانت فيه لوحدنا، على شط بحر، على نهر، على اي مكان. ده هيبقى ليه تأثير علينا احنا الاثنين، وخصوصا لو كان المكان ده مكان احنا بنحبه. يعني لو الزوج مثلا عارف ان زوجته بتحب البحر، يبقى ناخدها نقعد قاعده ان شاء الله يا رب ساعه زمن في مكان ما على شط البحر. الزوجه عارفه ان زوجها بيحب يقعد في الجناين او بيروح المتاحف، يبقى خلاص يبقى احنا الزياره الجايه نروح متحف معين، ممكن تبقى مكتبات، ممكن تبقى اسواق، ممكن تبقى معارض، ايا كان. المهم ان احنا نكسر الملل الروتيني في حياتنا بيوم نخرج بيه. طبعا يعني الامتع والامتع لو احنا نقدر نعمل عمره او حج سويا الزوج والزوجه فقط من غير ما نصحب الاولاد لو الامكانيات الماديه تسمح، ده طبعا يبقى فضل من عند ربنا، لان طبعا الاماكن المقدسه وزياره الاماكن المقدسه من ضمن الحاجات اللي بتزود الايمانيات عندنا وبترفع طاقتنا الايمانيه، وده بينعكس على الحياه الاسريه بتاعتنا، ان الواحد يبقى عنده طاقه انه يدي ويواصل حياته ويبقى عنده القدره على الصبر والتحمل وما الى ذلك. لكن زي ما قلنا كده مهم قوي ان بيوم العطله مش احسب ان انا عملت يوم للولاد اخد فيه المدام وخلاص، ما انا لسه مخرجكم، او لا، يا ريت حتى لو في مصايف. يعني احنا مثلا في بعض الاخوه اتكلموا عن مصايف، حتى المصيف لو خدت مصيف مثلا اسبوع واخد معاك الولاد، خد المدام او خد زوجتك او خدي زوجك وطلعوا تمشوا لحالكم ساعه زمن وارجعوا زي اي اثنين مخطوبين. يعني عيشوا اللحظه علشان خاطر احنا بالفسحه دي انت بتجدد طاقه، انت بتغير، بتكسر الملل الروتيني اللي احنا عايشين فيه. لما الواحد يخرج بيطلع الطاقات السلبيه، يبدا يستمد شحن ايجابي، يقدر يواصل حياته ويقدر يبص للدنيا بمنظور جديد. كل ده احنا بنحتاجه في او بنلاقيه من خلال العطله. اخر حاجة هنقولها مع بعض، احنا كده خلصنا 20 قاعدة. كل واحد بس فينا كده يسأل نفسه خلال الساعتين اللي احنا قضيناهم مع بعض، يا ترى انا استفدت واللي استفدته ده شيء هقدر اطبقه ومارسه في حياتي زي ما احنا اتفقنا في بدايه المحاضره ان احنا نوينا نيه خالصه لله ان احنا الساعتين دول ما يكونوش ضاعوا من عمرنا هباء، وان احنا نكون فيهم طاعه لله. هل احنا طيب لو احنا فعلا استفدنا، يا ريت كل واحد فينا يبدا يطور من نفسه،
يبدأ يغير. اللي عنده عيوب أكيد كل واحد فينا بيبقى عارف عيوبه إيه. العصبي يا ريت نحاول نقلل عصبيتنا، يا ريت نحاول نقلل من غضبنا، يا ريت نحاول نتحكم في غضبنا، يا ريت نحاول دايما نبقى شايفين الصورة الحلوة في الطرف الثاني، يا ريت نحطم القيود اللي احنا حاطينها على نفسنا، يا ريت نبدأ نغير من أفكارنا، نبدأ. كل زوجة تبدأ في إسعاد زوجها. وصدقيني لو انت نية خالصة لله واحتسبتي الأجر، ربنا سبحانه وتعالى هيبدلك بيه، هيصلح لك حال زوجك، هيصلح لك حال زوجتك، هيثيبك عليه، وإن شاء الله يكتب لكم الأجر بإذن الله. واحتسبوا الإصلاح والنية وإقامة بيت وأسرة وحياة زوجية سعيدة في الدنيا وفي الآخرة، ربنا يكتبها لكم إن شاء الله. وأرجو إني أكون أفدتكم، وأي سؤال أنا في انتظار أسئلتكم. جزانا وإياكم يا رب العالمين، جزانا وإياكم. لو في أي سؤال أنا في انتظار أسئلتكم. طيب جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيكم، وشكرا جزيلا لفريق الدعم الفني تعبتكم معايا، ربنا يبارك فيكم. انا هطرق في سؤال، لو الاب بيضرب الام ويشتمها امام الاولاد والولد طلع شبه ابوه بيضرب اخواته وبيشتمهم اما بيتعصب، البنات تعمل ايه عشان اما تتجوز ما تبقاش متعقده؟ جميل السؤال من الاخت بصبص. طيب انا لو عندي مشكله ان الاب نفسه، طبعا تعرفين الاب هو الاساس وهو القدوه، والولاد شافوا ان او تربوا الصبيان بمعنى اصح، تربوا على ان الراجل بيضرب الانثى. خلاص، اولا هنا المشكله مش بالنسبه للبنات بس عشان تبقي حضرتك عارفه، هي المشكله هنا بالنسبه للولاد والبنات، لان هو ممكن الزوجه اللي يرتبط بيها ما تبقاش قابله للتصرف ده، يعني ممكن هو يقدم حياته الزوجيه بان هو يمد ايده عليها من اول مره هتطلب الانفصال لانها ما تربتش على كده، لان مش كل البيوت فيها نفس التربيه. فدي اول حاجه، يبقى هو نفسه عامل مشكله لنفسه. الجزء الثاني بالنسبه للبنات، زي ما بنقول كده احنا صوابعنا مش زي بعضها، يعني زوجك مش زي ابوكي مش زي اخوكي، كل واحد فيهم ليه طباع بتاعته. المهم قوي ان انت لو ارتبطتي الانسان في قواعد واساسيات بنبدا نتفق عليها من قبل حتى فتره الزواج، من قبل يعني مجرد ما بيحصل الخطوبه. يعني مهم قوي انك تختبري البني ادم اللي هترتبطي بيه، تعرفي ان هو من النوع العصبي، تسمعي من اهله ان هو مثلا لو بيمد ايده على اخواته البنات ده انسان ما ترتبطيش بيه. الانسان اللي من البدايه كده هو متربي في بيئه واخد ان هو يمد ايده على الانثى، ان هو ما بيحترمش اذا كانت زوجته ولا امه ولا اخته، ده ما ينفعش يعني ان احنا نرتبط بيه الا لما يتعالج ويتصلح. لكن لو هو متعود على الاهانه وحصل ان زوج اهان زوجته، خلاص هي بقت زوجته، ففي المره الاولى لازم يكون في زي ما بيقول كده عقاب رابع. ما ينفعش ان انا اتهاون في الامر، لان التهاون ما هيكون منه الا استمرار في عمليه الضرب. يعني لازم بيبقى في وقفه حاسمه، يمكن حتى لو بترسم ان انت مثلا بتغضبي، لكن لازم بيبقى في وقفه، لان لو هو حس ان العمليه مستساره وان هو مد ايده عليكي مره وخلاص مجرد ما رداكي بكلمتين العمليه بقت سهله، خلاص بقت العمليه بالنسبه له ان هو كل مره هيضربك وهيرضيكي بكلمتين والعمليه تمشي. طبعا ده بيأثر على الولاد زي ما قلنا، بيأثر على الاسره في حالها. فطبعا بالنسبه للزوجه لو هو الزوج مستمر على الموضوع ده يعني بقى له فتره طويله، فبتبدا معاه بالحكمه بالمسايسه، ما كانش تبدا توسط حد، تبدا تفهمه، ما كانش تبدا هي تعاقبه. يعني احنا كاناث لينا وسائل المعاقبه، يعني تعاقبي زوجك في طرق، زي ما هو بيعاقبنا برضه احنا لينا طرق بنعاقب فيها. ممكن دي خليها بالتفصيل شويه، يعني هديك الايميل بتاعي ونتواصل مع بعض بحيث ان انا اقدر ارد على باقي الاسئله بشكل مفصل. طيب استاذ محمد بيسال، هو لو في مشاكل في فتره الخطوبه من الارجح تكون سر بينا ولا تقول لاهلها؟ طيب بص حضرتك، هي المشاكل في خلال فتره الخطوبه ليها نوعين. في مشاكل تفضل سر بينك وبينها وما ينفعش حد يطلع عليها، لان حتى لو قالتها لاهلها يبقى فيها نوع من افشاء السر بالنسبه لك. وفي مشاكل لا، لازم يطلع عليها اهلها،
يعني مثلا لو مشكلة خاصة، مثلا مشكلة صحية أو مشكلة هتثير قدام شوية مشاكل لو أهلها عرفوها، يبقى من الأفضل من البداية من المصارحة، بحيث إن أنتوا لسه على البر الحل بيبقى أسهل. لكن لما بنبقى زوجين وبيت علينا مقفول وبقى فيه أطفال، بقى حل المشاكل أصعب بكتير. نفس الحكاية مثلا لو في إعاقة مثلا في شيء معين، سواء من عندها يعني في الراجل نفسه، برضه دي يجب المصارحة بيها، ودي بيبقى الأهل بيتدخلوا فيها. لكن في حاجات تانية، خصوصيات تانية بتبقى بين فترة الخطوبة، دي بتبقى يعني مستحبة إنها تفضل يعني ليها خصوصية. الأخت أسماء بتسأل تغيير طباع الزوج. هو في يعني بصوا، احنا بنقول ايه، من شاب على شيء شاب عليه. في طباع بيبقى صعب تغييرها. كلمة تغيير شامل، اني اغيره من بني ادم عصبي لبني ادم هادي، دي فيها استحالة. لكني بطوع العصبية بتاعتي او بحدها، بلجنها زي ما بيقولوا، زي ما احنا كده كنا بنتكلم على من شوية، بنقول ان انا ممكن ببساطة احاول احد من العصبيه بتاعت الشخص اللي قدامي، ان انا اصلا اسيب له المكان وامشي خلاص، اني احاول احسسه ان انت لما بتتعصب بتغلط. يعني انت لو زوجه ما شاء الله تبارك الله هاديه وزوجك عصب، وجا ما هو احنا عارفين ان هو لما هيتعصب هيبدا يغلط، طب استني لما تهدوا والجو كده يصفى والدنيا تبقى هاديه خالص، ابدا اقول له والله انت غلطت وعملت كذا. لو هو حس ان هو مع كل مره عصبيه بيخسر، هيبدا تلقائي يحجم عصبيته، من كل مره بقى ايه هنتعصب هنخسر، معناها بقى ممكن يعني انت كمان لو حطيتي له بقى استراتيجيه الهدايا، ان هو كل ما يعصب كل ما بيغلط فيكي او كل ما بيزعلك بيجيب لك هديه، صدقيني معناها هيتوب وهيبدا يقلل العصبيه بتاعته. طيب بالنسبه طيب واحدة واحدة بس الأسئلة عشان أنا أقدر أرد عليك. طيب لا بصي، احنا شكلنا هنتواصل مع بعض لأن أنتي في أكتر من سؤال وأنا عايزة أجاوبك باستفاضة أكتر من كده. ومش هينفع إن احنا نتجاوب كده عشان أنا هسألك شوية حاجات كمان. فخليني أكتب لك الإيميل ونتواصل مع بعض. طيب متهيألي كده انا مش عارفه اسم محمد جمعه، عشان الموضوع ده عندك، وايه الموضوع اللي عند حضرتك بالظبط؟ دي الميلاد بتاعتي، دي اللي تواصل معايا، اللي حابب يتواصل معانا نجيب على كل الاسئله. هو الفيس بالعربي يا جماعه، معلش انا اسفه، الفيس بالعربي، دكتوره رشا النواوي بالعربي، دكتورة رشا النواوي بالعربي، دال رشا النواوي بالعربي، معلش أنا آسفة، على الفيس دكتورة رشا النواوي بالعربي، معلش أنا آسفة يعني. طيب يا جماعة، أنا بكرر شكري لفريق الدعم الفني، وبقول لهم تعبناكم معانا، ربنا يبارك فيكم ويجعله إن شاء الله في موازين حسناتكم، وربنا يتقبل ربنا يتقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.